السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى برنامج هذا الصباح. برنامج هذا الصباح لنهار اليوم يقترح عليكم عددا من المواضيع والفقرات، حيث سيكون لنا وقفة في ملف الصحة مع تجربة رائدة في منصة رقمية لتقديم الخدمات الصحية. أما في الاقتصاد فسنناقش أهمية التمويل المالي والشمول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة. وفي ملف الاقتصاد أيضا سنناقش السياحة كرافد اقتصادي مهم، كل ذلك مع وقفات إخبارية على رأس كل ساعة. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وأسعد الله صباحكم. ورقة في أحوال الطقس من تقديم الزميلة مريم كسحي. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. تحية صباحية للجميع. أحوال الطقس المرتقبة لنهار اليوم، إذا الأجواء ستبقى دائما ملبدة بسحب كثيفة على المناطق الشمالية للوطن مع هبوب رياح قوية نسبيا على السواحل الوسطى وحتى الغربية، سرعتها يمكن أن تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع قدوم أمطار خلال هذه الليلة. بالنسبة للسواحل الوسطى ستكون في المواعيد خلال الظهيرة أو أواخر هذه الظهيرة بالنسبة للمناطق الشرقية ستزداد غزارة ابتداء من هذه الليلة بحول الله. بالجنوب الجزائرية الأجواء ستميل إلى الصفاعدة تشكل بعض السحب العابرة بالمناطق التي تقع بالجنوب الغربي للوطن أقصى الجنوب الجزائري. الأجواء كانت باردة خلال هذه الصباح، إذن وصلت إلى درجتين تحت الصفر بالنسبة للجلفة سيارة البيض، باتنا درجة الصفر بقسنطينة وسطيفت، من درجات بعنابة سكيكدا، 4 درجات بالجزائر العاصمة وهران مستغانم، 5 درجات بالنسبة لغردايا الواد بسكرا، 6 درجات بإليزي، 4 درجات بأدرار، 7 درجات بالنسبة لتندوف وإن صلح، و16 درجة بأقصى الجنوب. خلال هذه الظهيرة بحول الله الحرارة القصوى تقارب إذن 17 درجة بعنابة سكيكتا الجزائر العاصمة وهران مستغانم، 9 درجات ببتنا، 12 بالجلفة، 11 بالنسبة لتيارت والبيض، لن تتعدى 19 بشمال الصحراء، 20 درجة بأدرار إن صلح، 23 بتمنرة سيد جنيت، 27 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. البحر نهر اليوم سيبقى مضطرب على طول الشريط الساحلي، أحيانا هائج وخاصة على السواحل الوسطى وحتى الشرقية، سرعة الرياح لتقارب 60 كيلومتر في الساعة على السواحل الشرقية وحتى الوسطى، ستشتد أكثر هذا على السواحل الغربية يمكن أن تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة، أين الرياح ستأتينا ضمن التيارات غربية جنوبية غربية، أحيانا ستميل غربية تماما على طول الشريط الساحلي. هذه أحوال الطقس هنا بالجزائر. خارج الوطن إلى جنوب إفريقيا، أن الأمطار ستكون في الموعد بالنسبة لنيروبي كينشاسا أبيجان، درجات الحرارة القصوى لتقارب 25 درجة بنيروبي، 31 بكينشاسا، 32 درجة بأبيجان. الأجواء مغشى جزئيا بالنسبة لأبوجا وبانجي مع 36 درجة، الأجواء مشمسة تماما بأديس أبيبا مع 24 درجة، وفي الأخير الأجواء غائمة كلية بكيب تاون مع 24 درجة. غروب الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيها نهار اليوم سيكون في حدود الساعة 5 مساء 32 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، يوم موفق للجميع وإلى اللقاء. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. إذن كانت هذه ورقة لآخر توقعات الطقس. بعد الفاصل وفي ركن الصحة سنتطرق لملف مهم، التكنولوجيا والصحة. إذن مشاهدينا الكرام وفي ركن الصحة سنتطرق إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي، بحيث يكون التكنولوجيا حلقة بين الطبيب أو المريض أو بين الطبيب والطبيب،
عبر الاطلاع على المجيد على الجديد في مهنته عبر الويب ومستجدات البحث العلمي والاستشارات. وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور مصطفى نبيل، طبيب ممارس ومؤسس منصة إلكترونية للخدمات الصحية. أهلا بكم سيدي. شكرا على تلبية دعوة البرنامج. سيدي الكريم، ربما تأسيس منصة رقمية للخدمات الصحية هو فكرة رائدة وتجربة جديدة في الجزائر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل المشاهدين في هذه الصبحة. نعم، المنصة تاعنا منصة الطبيب كانت من المنصات الرائدة في تقديم الخدمات الصحية على الويب الجزائري. هي منصة جزائرية 100%. الهدف منها من ناحية يعني المواطنين هو تقديم ولا تحسين الرعاية الطبية بطريقة تكنولوجية، نساهموا في تقديم في تحسين الخدمة الطبية. أما بالنسبة للمهنيين فهي منصة تعاون المهنيين حتى يقوموا بالمهام تاعهم بسهولة بيسر، ثم باحترام المعايير العالمية. دكتور نبيل، دعني أسألك هنا في هذه النقطة، ما هي بالضبط الخدمات التي تقدمونها سواء للمواطنين أو مهني القطاع؟ بالنسبة للمواطنين، كنا احنا أول شركة ناشئة أطلقت على الويب الجزائري منصة للاستشارة الطبية عن بعد، وهذا مباشرة بعد ظهور الوباء هنا في الجزائر في 2020. فالمواطن يمكنه أنه يتصل على طبيب عن طريق الفيديو ويتحدث معه ويتبادل معه استشارات ويتلقى النصائح الطبية. وزدنا في الطريق يعني من العام الماضي حتى لهذا العام، زدنا عدة خدمات أخرى مرتبطة بها، مثلا تبادل الملفات. نعم. وإنشاء وش سمينا احنا فريق العناية الطبية. يعني نعطي مثال مبسط باش المواطن يفهم. الاستشارة الطبية عن بعد هي الهدف تاعها هو تكميل الاستشارات الاعتيادية اللي تداروا في يعني في العيادات وفي المستشفيات. الهدف منها ماشي تعويض يعني الاستشارة الطبية لا تعوض الفحص الطبي. ابدا ما يمكن انه نعوض الفحص الطبي والالتقاء مع المريض، ما يمكن نعوض شيء مثل هذا. كيما ما نقدروش نعوضوا يعني كيما يقولوا الالتقاء البشري، ما نقدروش نديروها عن طريق يعني لا يمكن القيام بعمليات تشخيص للامراض عبر الفيديو. هنا كاين تدقيق، كاين بعض حسب اللي يقولوا خبراء العالمين وحتى في منظمة الصحة العالمية، كاين بعض المناطق وكاين بعض كما نقولوا احنا باللغة الطبية ليزانديكاسيون، يعني كاينين امور اللي حقيقة يمكننا ان نديروا تشخيصات عن بعد. هذا ممشي، هذا ممكن، ولكن مش كل التشخيصات تندار عن بعد. والاستشارة الطبية عن بعد مش هذا هو الهدف تاعها، الهدف تاعها ماشي التشخيص ابتداء، خاصة المتابعة، خاصة المتابعة. مثلا مريض عنده مرض السكري. نعم. اللي عنده مرض السكري طبعا لازم اول الاستشاره، فحص وفحوصات واستكشافات الى اخره الى اخره، لكن بعد ما يكون خلاص الطبيب خد القرار تاعو في متابعه المريض وحدد برنامج العنايه، فيبقاو كثير من الاستشارات يقدروا يتداروا عن بعد. مثلا باش نعطي المريض تاعي نصائح فيما يخص التغذيه الصحيه، وفيما يخص الاكتيفيتي فيزيك ريغولير، يعني النشاط الحركي المنتظم. فهالامور ما يحتاجوش حقيقه ان يكون فيها فحص. نعم. يكونوا فيها نصائح، وهذا شيء مهم جدا في الرعايه الطبيه بالنسبه للسكري، ونقدروا نديروا هذا الشيء لعده امراض اخرى وعده عنايات اخرى. فاذا الاستشاره الطبيه الهدف منها انه ماشي نحيو الاستشاره العاديه الاعتياديه، لا، نكملوها بنمط جديد من العنايه الطبيه، وهذا شيء راه يمشي في العالم، يعني ماهوش احنا اول من اخترعه، يمشي في العالم، ولكن احنا في الجزائر كنا اول من قام بهذا الشيء. بالنسبه للاطباء، وحنا في الاساس الشركه الناشئه تاعنا متخصصين في الادوات التقنيه والرقميه لمهني الصحه. نعم. كنا اول من اطلق متجر الكتروني طبي في الجزائر وحتى في افريقيا. نعم دكتور نبيل، في هذه النقطة بالذات ربما عندما نتكلم عن منصة رقمية فنتكلم عن مجموعة من التطبيقات. نعم. ما هي أهم التطبيقات التي تستخدم على مستوى منصتكم الرقمية لتقديم الخدمات والرعاية الطبية؟ التطبيق الأول واللي هو في الحقيقة فضاء عمل طبي متكامل، واسمه طبيب ورك سبيس، فضاء طبي طبيب
اي طبيب ورك سبيس. هذا عبارة عن فضاء عمل طبي الأطباء يقوموا فيه برقمنة كل الملفات الطبية، عموما يؤدوا يعني الوظائف تاعهم ويرقمنوها داخل هذا الفضاء الطبي. وهذا الفضاء الطبي هو اللي هو برنامج يعني لوجيسيال يحملوه من المنصة تاعنا ويعني يثبتوه في الآلة تاعهم، يمكن يطلعوا عليه تطبيقات من المتجر تاعنا، وتطبيقات هذه متعدده، واغلب التطبيقات تقريبا 40% من التطبيقات تاعنا مبنيه على دراسات طبيه. نعطي مثال، مثلا كاين دراسه طبيه يعني في الثمانينات تقول لك من بعض لي سيمبتوم يعني الاعراض الطبيه بتواجد هذه الاعراض ممكن يصير لنا مثلا شيء الفلاني. فهذه الدراسه احنا رقمناها ورديناها تطبيق الطبيب يستخدمه داخل فضاء العمل الطبي تاعو، وهذا التطبيق يعاونه باش يعطي يعني ولا يعاونه في التقرير وفي القرار تاعو، يعني سيدي زاد لا ديسيزيون. كاين تطبيق اخر مثلا اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي ابتداء من عناصر كاين في الملف الطبي، يقدر يعاون الطبيب باش يقول له مثلا هذا الولد عنده ولا ما عندوش اعراض تاع التوحد مثلا. يعني هي تطبيقات مهنيه متخصصه تعاون الاطباء في اتخاذ احسن قرارات للمرضى تاعهم. طبيب نبيل، دعنا فقط نفصل اكثر في هذه النقطه. حين نتكلم عن هذا التطبيق، هل فيه هو مجموعه من الاطباء تتشارك في تشخيص او ربما في وضع اهم اعراض مرض معين او اخر ما يستجد فيه في هذه المنصه؟ هو هذا الشيء يدخل داخل الفريق العناية الطبية، يعني في جانب من الجوانب تاع المنصة، الجانب تاع الرعاية الطبية، الفريق العناية الطبية عندنا في نفس الفريق مريض وعدة مهنيين أطباء، وحتى يقدر يكون يعني الصيدلي، يعني الناس اللي متعلقين بصحة المريض، وكل هذو ممكن يتشاركوا المعلومات فيما يخص حالة مريض معين، طبعاً بإرادة المريض، يعني المريض هو اللي يقرر من يكون في الفريق تاعه وشكون عنده الحق انه يحصل على المعلومات ولا ما عندوش. اللي معروف انه الاسرار الملفات الطبيه اسرار مهنيه. طبعا اسرار مهنيه، فاحنا نعطيه يعني القرار بيد المريض. المريض يشكل فريق على النت، يعني يلقى مجموعه من المهنيين يخير يقول هذا تابع للفريق تاعي هذا الفريق تاعي، طبعا يتلقى التاكيد مع المعني بالامر. يعني انا نقول مثلا هالطبيب مدى بي تكون معايا في الفريق تاعي، فالطبيب اذا وافق يدخل في الفريق تاعي، ولما نشكل هذا الفريق يعود الملف الطبي تاع المريض مشارك مع هذا الفريق، وكل واحد من هاد المهنيين بالنسبه لحاله معينه راح يعطي رايه، وفي الاخير راح يكون عندنا يعني احسن رعايه لهذا المريض لانه مجموعه من الاطباء والمهنيين اللي يعطوا الراي تاعهم. ربما حينما نتكلم عن المهنيين ومجموعه من الاطباء نتكلم عن مساله الحضور في هذه الفضاءات، هل تقومون بتعاقدات مع الاطباء ام هي عمليه تطوع ام كيف هي هذه العمليه؟ هي في الحقيقه هم الاطباء طبعا هم الزبائن تاعنا، كاين تعاقدات معنا الزبائن تاعنا، فيعني الاطباء كاين عقد بيننا وبينهم، فيعني باش يدخلوا المنصه احنا لازم تاكدوا طبعا من الكون تاعهم اطباء، يعني يبعثوا لنا الوثائق اللي تدل انهم يعني ينتمون لهذا السلك الطبي الى اخره، يعني كل الاجراءات اللي لازمه حتى نتاكدوا من انه هذا المنتمين للمنصه تاعنا هما من السلك الطبي. وبعدين طبعا يكون فيها تعاقد، يعني لانه احنا شركه ناشئه فيكون فيها تعاقد بيناتنا ويمشي العمل. يعني في عوائد ماليه للاطباء المشاركين في هذه المنصه؟ إيه، لانه الاطباء اولا يقتنيوا الادوات تاعنا، يقتنيوا التطبيقات، يشتريوا الفضاء العمل الطبي، يعني كاين امور من هذا القبيل. وبالنسبه للمواطنين الذين المواطن طبعا المواطن الاشتراك في المنصه مجاني. نعم. باش يشترك في المنصه ويبحث على الاطباء وهذا شيء مجاني، لكن باش يستفاد من استشاره طبيه عن طريق الفيديو مثلا، هنا يمكن اذا كان طبيب قرر انه استشاره يقدمها بمقابل، لانه الطبيب هو اللي قرر انه يقدم الاستشاره بالمقابل ويحدد التعريفه تاعو، فالمريض هنايا يقدر ويمكن له انه يخلص الطبيب، يعني يدفع سعر تاع الاستشاره عن طريق الاي بيمنت، عن طريق الدفع الالكتروني، الدفع الالكتروني مع اتفاقيه مع بريد الجزائر في هذا المجال، وحنا كنا اول منصه صحه رقميه في الجزائر تعتمد الدفع الالكتروني بكل سهوله، بلا ما يتنقل، بلا ما يروح عند الطبيب، يقدر يحصل على نصائح ولا على كما نقولوا
رأي ثاني، هذا شيء مهم تانيك من ذلك الإنسان يحتاج رأي ثاني، عنده استشارة أولية ولكن ما راهوش مقتنع ولا يحتاج إلى أكثر اطمئنان ولا، فيحتاج أنه يسأل طبيب ثاني والمنصة عبر منصة ثانية هذا شيء ممكن، وكل الناس راهي فرحان. ربما دكتور مصطفى باعتبارك مؤسسة منصة رقمية تتعامل مع حالات يوميا، وحنا نتكلم على ربما على الاقتناع ومعتقدات، هل وصلنا لثقافة تقبل الاستشارة عبر الويب في الخدمات الصحية من خلال التجربة التي تعيشونها؟ والله باش نكون صراحة الأخ نيوبي، في الحقيقة مازال كاين مشوار نقطعه، طبعا هذا شيء جديد، هذا شيء جديد وهذا التحدي يكون احنا رفعناه، احنا كنا على بالنا من الاول انه راح يكون شيء صعب، لانه خارج البلد حتى خارج الجزائر هذا الشيء مازال جديد، لولا يعني وفود هذا الكورونا يعني ممكن كان يتعطل الشيء حتى في الخارج، ولكن بعد ما جاء الكورونا الناس انتبهت وحتى السلطات يعني انتبهوا انه في امكانيه كبيره انه فيها فوائد، فيها طبعا فيها امور ولكن فيها فوائد استشاره طبيه عن بعد، والثقافه تاعها راهي كما يقولوا راهي تجيب العقل بالعقل، عندنا كثير من المواطنين اللي راهم ينتبهوا يقول لك صح دوك انا مثلا عندي وليدي مريض في الليل حبيت نسقسي مثلا ولا ندير له هذا الشيء ولا ندير له هذا الشيء، لازم نخرج في الليل ونروح للمستشفى وندير هذاك نستنى كثير وممكن ما نلقاش طبيب، ممكن ندخل ونسقسي فقط يعني باش يعطي يعني، وهذا الشيء راح يساهم في تقليل الضغط على المستشفيات، راح يقلل من الاستشارات اللي ممكن ما نديروهاش يعني، فالثقافه راهي جايه ولكن مازال مشوار، مازال مشوار. نعم ربما دكتور مصطفى نبيل وانت تتحدث عن ربما رؤيه جديده للسلطات لملف الرقمنه في القطاع الصحي، نتحدث عن نقطه اخرى مهمه وهي باعتبار انه شركتكم شركه ستارت اب في الاساس، هل تلقيتم اي شكل من اشكال الدعم والتسهيلات لتوسيع نشاطكم وتقديم خدمات في مجالات يعني الطب بكل فروعها؟ نعم احنا في الاساس الشركه الناشئه تاعنا راهي يعني متواجده في القطب التكنولوجي تاع سيدي عبد الله السيبر باك دالجي، وين التحقنا بهذا القطب في 2017، وطبعا هذا القطب كنت قلتها في عده بلاطوهات يعني فرصه كبيره للشباب الجزائري، يعني فيه يقدم يعني تسهيلات كبيره ويقدم واحد المناخ، وهذا اهم شيء يقدم واحد المناخ تاع يعني تاع انكوباسيون، يعني يخلي الانسان يكبر احتضان بارك الله فيك، يحتضن هذه المؤسسات اللي تبدا صغيره اللي ما عندهاش التجربه في كثير من المجالات، تلقى عندها تجربه نعم عندها دي كومبيتونس عندها امكانيات في التقنيه، ولكن كاين بزاف مجالات اخرى تحتاج الى دعم، مش فقط الدعم المالي، لانه في الاخر ما كاينش دعم مالي مباشر، ولكن مثلا الايواء مثلا شبكه بين الاختصاصيين يعاونوك في التسويق، يعاونوك في ايجاد يعني الحلول التقنيه الى اخره، فنظن انه هذا يعني هذا القطب هذا مهم. ربما في هذا السياق بالذات هل فيه ربما توجه او نيه لربط مثل منصتكم التي تشرفون عليها بمختلف المستشفيات والوحدات الصحيه عبر الوطن لتقديم ربما الوطن شاسع وكبير، ربط مختلف المستشفيات عبر الوطن بمنصتكم لتبادل الافكار وتوسيع الاستشارات، هل فيه مشروع في هذا الاطار؟ النيه كاينه طبعا، شيء ما يعني مفهوم النيه كاينه، وحنا قمنا حتى ببعض التجارب يعني مع بعض المؤسسات العمومية، ولكن يعني احنا من هذا المنبر بالك ممكن نادي يعني السلطات حتى انه يفتحوا بيبان تاع المؤسسات الاستشفائية للشركات الناشئة، لانه كثير من الحلول يقدروا يقدموها الشركات الناشئة، طبعا شركات ناشئة وحدها ما تكفيش، لازم نسيج من المؤسسات يتعاونوا باش يقدموا باش يرفعوا هذا التحدي تاع تحسين الخدمة الطبية داخل المستشفيات. نعم قلت لك انه النية موجودة والعمل رانا نقوموا عليه، حتى في الحقيقة طورنا مؤخرا طورنا يعني حل خاص للمستشفيات، يعني عندنا برنامج خاص وسوليسيون كومبليت لتسيير المستشفيات وتسيير المصالح الاستشفائية، ونرجو ان شاء الله من هذا المنبر انه يعني كل مديري المستشفيات مديري المصالح انهم يعني يقوموا بهذه الخطوه الشجاعه، لانها تحتاج الى شجاعه باش يحتضنوا هذه المؤسسات الناشئه.
نعم ربما دكتور مصطفى نبيل سنواصل معك النقاش بعد ربط الاتصال بالبروفيسور عبد الرزاق بو عمره رئيس قسم الأوبئة بمستشفى تيبازا. أهلا بك بروفيسور. أهلا وسهلا وسعدت أن أكون معك هذا الصباح. بروفيسور بو عمره، هل لك أن تضعنا في صورة آخر مستجدات ربما أو مؤشرات الوضعية الوبائية؟ هو الآن الوضعية الوبائية كما لاحظتم في الأيام الأسابيع الأخيرة كان فيه زيادة في العدد، الناس فحوصات اللي تجي من أجل الكوفيد، زيادة في العدد حتى لي تيست اللي نديروهم، زيادة العدد في الناس اللي يخرجون نتائج إيجابية تكون عطلو توت بوزيتيفيتي، في زيادة حتى بدينا نحسوا في انتونسيون في العدد في المستشفيات المخصصة للكوفيد، بدات فيها انتونسيون لأنه العدد بدا يزيد. هذه الحالة الآن الوبائية، الأرقام المسجلة واللي تعطيها لنا مصالح الصحة ولا وزارة الصحة هي كذلك في زيادة، تعرف لات واش راهو يصرا في الوتيرا. دونك الحال حاليا لو سوي احنا هنا الارمي، دونك كنا هنا الارمي كل سيتياسيون فيه تغيرات، فيه زيادة الأعداد. إذا الآن لازمنا نبريباريو لوحنا الكل، أي شيء يجي الموجة رابعة أو حاجة أخرى. ربما بروفيسور بو عمره الاستعداد لموجه رابعه يتطلب بعض الاجراءات، باعتباركم من الاخصائيين الذين تشتغلون في الميدان في مكافحه الوباء، ما هي انجع الوسائل والسبل لربما تخفيف وطاه موجه رابعه ان حدثت؟ لا، هي كما كنا كلنا ذكرنا انه في الاستراتيجيه كل العالم او الاستراتيجيه الحاليه في الجزائر كانت تبنت انه باش نقصوا العدد، لانه قوه الموجه ولا قوه الابيديمي هي بالعدد اللي فورم سيزار ولا اللي فورم كراف اللي يجوك، يستند اللي فورم اللي راح يجوا لمصالح الانعاش وعدد الوفيات. هذا هو الشيء اللي هم حنايا، لكان يجي عدد كبير لكن ما فيش عدد اللي يروحوا للانعاش ما فيش وفيات ما يهمناش. اذا هذه الاستراتيجيه كانت كل الدول عملت على باش تفاكسيني ولا تلقح المواطن تاعها، كان لازم يكون ان طوط كوفرتور كبير. نعطوا امثله الان في بلدان كثيره اوروبيه لما وصلت طوط كوفرتور كبير 85 ولا 75% ولا اكثر من 70%، العدد الحالات لاحظنا مثلا في المانيا حوالي 60,000 حاله في اليوم، لكن مصالح الانعاش ومصالح والوفيات ما فيش كثير، في اريحيه. نفس الشيء في دول أخرى، وهذا هو الهدف تاعنا. لذلك كنا احنا كل مرة نتكلموا على اللقاح، لازمنا نلقحوا عدد أكبر. الشيء الثاني كذلك لازمنا نرجع للاحترازات الوقائية خاصة الفردية، خاصة الصناعة الواقي. الآن نحن نعرف أنه في مرحلة الشتاء فيه برد، الناس تتجمع في مقاهي، تتجمع في بيوتها، تتجمع في اماكن وين ضيقه، وتغلق كل النوافذ، وهذا يخلي وهذا هو المكان اللي ينتشر فيه الفيروس. نقول لهم القيمة على الواقع وفوميو ايري لار ايري، تقعد تفتح المكان اللي تكون فيه وما ينساش نرجع للقيمة على الواقع. اذا هذه الاحترازات اللي يعرفوها الناس وعشنا بها وكانت اعطت النتائج تاعها، اذا الاحترازات الفرديه ونرجعوا الى كل انسان لحد الان اللي ما لقحش لازم يذهب الى اللقاح حتى يتمكن باش يكون هذا اللقاح، اذا كانت يكون اللقاح هذا افيكاس فعال في المرحله اللي راهي جايه. نعم البروفيسور بو عمره عبد الرزاق رئيس قسم الاوبئه بمستشفى تيبازا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ضيف برنامج هذا الصباح في ركن الصحه. ومن تيبازا نربط الاتصال بإليزي حيث يلتحق بنا السيد أحمد زناتي مدير الصحة لولاية إليزي. أهلا بكم سيدي الكريم. أهلا وسهلا أستاذ الحضور. سيدي الفاضل، هل لك أن تضعنا في صورة الوضعية الوبائية بولاية إليزي بالأرقام والمؤشرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تقريبا منذ
شهرين ونصف عرفنا وعرفت الوضعية الوبائية لولاية إنديجي، وجدنا كذلك وضعية يعني مستقرة، حيث سجلنا في شهر نوفمبر 5 حالات فقط، وهي أضعف حالة منذ تقريبا سنة. والآن بدأنا الاستعداد لا قدر الله إلى موجة رابعة. نعم. وربما كيف هي وضعية التلقيح على مستوى الولاية؟ معروف أن التلقيح هو أهم وأنجع الوسائل في مواجهة الوباء. بطبيعة الحال يبقى التلقيح هو الوسيلة الأنجع، وكما تعلمون أن الدولة الجزائرية وضعت تحت تصرف مصالح الصحية الجرعات اللازمة للتكفل بطلبات التلقيح. فمنذ بداية الحملة في ولاية إنديجي منذ شهر فبراير، ووصلنا إلى حد اليوم إلى حوالي 16,000 شخص تلقى اللقاح يعني الجرعة الأولى. كانت هناك ثاني وتيرة مليحة في التلقيح في شهر سبتمبر أوت وسبتمبر، من بعد كان هناك يعني عزوف بعد شيء للتلقيح، ولكن يعني عاود بادرنا بعمليات تحسيسية أخرى، وين رانا نشوفوا إقبال كذلك مضطرد للتلقيح. نعم، ربما في سياق هذا الحملات سيد زناتي، هل تقومون بتسيير قوافل طبية تجوب مختلف مناطق الولاية وقوافل طبية لتحسيسها للمواطنين والقيام بعملية التلقيح؟ نعم، حتى يكون مطمئن كل المستمعين والمتفرجين أن كل منطقة من مناطق وربوع ولاية إليزي وجنات إلا ووصلها التلقيح مع قوافل طبية. والان يعني ان شاء الله حتى قافله اخرى ستنطلق يعني بمناسبه يعني احياء 11 ديسمبر كذلك يوم السبت، سننطلق كذلك لتلقيح المناطق البعيده، لان لاحظنا في البدايه في هذه المناطق كان هناك عزوف، ولكن نعم الناس اللي تلقحت وخذات الجرعه تاعها ما صرحت شيء. تعلمون هناك نقدر نقول حملة غير مبررة على المساواه، نتكلم ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. كان عندها دور سلبي، ولكن مع مرور الوقت هذه المواقف السلبية تبان على حقيقتها. الآن الناس راح تطلب التلقيح، وإذا وصلنا 15,000 ملقح يعني في 22 مركز اللي تلقى اللي مع 5 مراكز متنقله. كما لاحظنا احنا في بدايه المرض يعني هذا الوباء كنا نسجلوا حالات كثيره جينا من قواعد الحياه التابعه للشركات البتروليه. وهذه الشركات البتروليه يعني قامت بمجهود كبير، وكنا يعني على راس هذا المجهود، ونظمنا يعني عمليه تلقيح نقدر نسميها انا موسعه وواسعه. والحمد لله الان ملينا تقريبا قليل من الحالات اللي توصلنا للمستشفى من هذه القواعد الحياه. فيبين هذا الشيء اللي راني نقول فيه، يبين ان عمليه التلقيح عندها الفائده اننا نحسها في ولايه إلي. نعم أستاذ زناتي، ربما تطرقتم إلى نقطة مهمة وهي قواعد الحياة لشركات البترولية التي شهدت أول حالة للإصابة بالكورونا بالجزائر. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا على المباشر في برنامج هذا الصباح من ولاية إليزي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نعود استكمال النقاش مع ضيفي بالأستوديو الدكتور مصطفى نبيل، مؤسس شركة للخدمات الطبية عبر الويب، لنستكمل النقاش. ربما توقفنا عند مسألة توسيع الخدمات لمختلف الوحدات الصحية الوطنية أو المستشفيات، تحدثنا أنه فيه مشروع ربما في هذا الإطار، وفي إمكانية لتوسيع نشاط المنصة الرقمية لتشمل مختلف الوحدات الصحية الوطنية. ربما نتحدث عن المهنيين، عن المرضى،
الآن لو نفتح قوس الحديث عن أطباء المستقبل أو مهنية المستقبل، هل يستغل الطلبة في مختلف مجالات وفي مختلف كليات الوطن مثل هذه المنصات للتكوين وترقية معارفهم؟ سؤال جيد، لأنه في الحقيقة بين الخدمات اللي نقدموها للمهنيين عندنا كنا يعني عملنا أول منصة للفيزيو كونفرنس، يعني التحاضر عن بعد. لأنه لاحظنا احنا بعد ما جاء الوباء أنه طبعا المؤتمرات الطبية يعني الالتقاءات اللي كانوا يديروها، الأيام العلمية اللي كانوا يديروها الأطباء يعني اعتياديا داخل المؤتمرات نقصت بسبب جائحة كورونا. فاحنا اغتنمنا الفرصة وقدمنا منصة وين يقدروا يعني هذا الأطباء والجمعيات العلمية يواصلوا العمل تاعهم العلمي عن طريق هذا يعني المنصة تاعنا للتحاضر عن بعد. ثم وسعنا هذا يعني العمل حتى يشمل الكليات الطبية وحتى المستشفيات، وحنا رانا في قلت لك مقبل في تجربه مع واحد يعني مؤسسه استشفائيه حابين يعني حتى يقدموا الدروس الطبيه عن بعد عبر المنصه تاعنا، يعني الدروس الطبيه للاطباء وللطلبه تاع الطب داخل المصالح الاستشفائيه، وهذا يكون باستخدام المنصه تاعنا. فنعم يعني الاطباء يعني الطلبه الطب الجايين هما راح يكونوا اطباء المستقبل. أكيد. واطباء المستقبل طبعا يحتاجوا الى الادوات اللي راح تكون غدوه. نعم. احنا ما نقدروش نكونوا معزولين عن العالم، في كل انحاء العالم الان الطب عن بعد اصبح حقيقه، وإذا كان أصبح حقيقة لأنه كاين طلب حقيقي وكاين مشكل حقيقي، وحنا بلادنا رانا في صلب هذا الإشكال اللي هو بلادنا مترامية الأبعاد. نعم. عندنا قارة وما يمكنش للدولة الجزائرية وماهوش معقول أنه الاستثمارات الكبيرة اللي لازم نحطوها يعني تكون فقط على النمط نقول أنا القديم. نعم. لازم يكون فيه تجديد في النمط، وهذا الشيء راهي يعني حتى قانون الصحة الأخير راهو ذكروا راهو يعني يعمل على هذا المجال. نعم. حتى كل المواطنين عندهم الحق انهم يحصلوا على رعايه طبيه على قدر المساواه سواء في الشمال او في الجنوب. الجنوب. نعم. فطبعا البعد يقدم حل من الحلول، ما نقولش انه هو الحل لانه لازم امور اخرى، ولكن يقدم حلول مهمه. مثلا في عندنا نقص، وهذا شيء عالمي ماشي غير في الجزائر، نقص في الاطباء الاخصائيين في الاشعه. نعم. حتى هنا في الشمال كاين نقص، فكيف نقولوا في الجنوب؟ فالآلات متوفرة، الآلات السكانر والإيرام والآلات المتقدمة والمطورة اللي الدولة صرفت عليها أموال كثيرة. نعم. متواجدة في كل الربوع الوطن وحتى في الجنوب يعني موجودين عادي، ولكن الإشكال ما كانش شكون يعني يفعلها ويعمل بها. فالمنصات الرقمية تسمح لهذا الشيء، تسمح أنه بدون ما يكون عندنا أطباء يعني اخصائيين في يعني على في عين المكان عن بعد يقدروا انهم يتحصلوا على الصور تاع الاشعه ويقوموا بالتحليل تاعها عن بعد واعطاء الاستشارات تاعهم عن بعد، وهذا الشيء راه ممكن الان في المنصه تاعنا. هذا شيء من الاشياء. ثم كاين نقطه واحده اخرى مهمه، انا ذكرت انت الاطباء المستقبل، وشنو هو المستقبل في الطب؟ المستقبل في الطب الان هو تصدير الخدمه الطبيه عن بعد. نعم. تصدير، احنا نتكلموا على اقتصاد متنوع، انا نتكلموا على اقتصاد يعني يكون جالب للثروه. ربما استسمحك هنا دكتور مصطفى نبيل، هل فيه نقاشات جاده حول هذا الملف في المنظومه الصحيه في الجزائر؟ والله نقول باللي انا الشيء راهو شويه سابق الاوان، احنا رانا كما نقول ولا فونغارد كما قلت انت مقبله، رانا يعني من الاوائل اللي داروا هذا الشيء، وحنا رانا نتلمسوا هذا الشيء في المستقبل. الان في الحقيقه بعد بعض السنوات راح يكون الرهان على من يقدم الخدمه الطبيه او يصدرها للخارج، وهذا الشيء راه يحصل الان في امريكا. في امريكا غالبيه الاستشارات عن طريق يعني الزيماد الراديولوجي، يعني استشارات فيما يخص الاشعه. نعم. هي تحصل في الهند، فالاطباء في الهند، الالات في الهند، والمريض راه في امريكا. في امريكا. وهذا الشيء راهو جاي، ما يمنعش انه الطبيب الجزائري يقدم نفس الخدمه سواء للجزائريين ولا خاصة للأجانب، ونقوموا بإدخال عملة صعبة للبلد. نعم. ففي عوض أنه نصدروا الأطباء نصدروا الخبرة الطبية، نصدروا هذه الخبرة الطبية ونعطيه إمكانية
حتى البلدان الجوار خاصة في إفريقيا نعطي لهم إمكانية أنهم يستفادوا من يعني المهارات الطبية الجزائرية معروفة عالميا ما كان لهم نحن نتكلم على هذا الشيء، حتى تانيك النظام الصحي تاعنا ما يكونش فقط نظام صحي ريعي تقليدي لا يكون حتى هو جانب الثروه. نعم ربما وهو الرهان ربما اقتصاد المعرفه وتقديم الخدمات الطبيه التي تضر العمله الصعبه للوطن باعتباره فكر جديد. شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى نبيل، طبيب ممارس ومؤسس شركة طبية لتقديم الخدمات الصحية عبر الويب. شكرا لك، كنت ضيف ركن هذا الصحة ببرنامج هذا الصباح. شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج. مشاهدينا الكرام، من ملف الصحة نتابع هذا الروبورتاج حول تراث وادي ميزاب من إعداد الزميلة ندى رمادلية. المنزل التقليدي الميزابي في الزمان القديم هو مجال حيوي للمرأة الميزابية، لأنها مرأة مربية ماكثة في البيت، فمنحت لها هندسة معمارية خاصة حتى تحافظ على تقاليدها وعلى دينها وأن تشتغل بكل راحة وبكل امتياز في خدمة المنزل والأسرة التي هي النواة الرئيسية في المجتمع. نلاحظ في هذا المنزل التقليدي القديم الذي هو ما زال على الطابع القديم، وما يدل على ذلك هو اللون الأبيض والمواد الطبيعية التي بني منها هذا المنزل. فنجد الجبس والجير وهي مواد تقليدية تستخرج من المنطقة تتأقلم طبيعيا مع المناخ. يعتبر المنزل الكبير هذا اللي فيه أربع عرصات، لماذا أربع عرصات؟ لأنه يمنع على أي غني أن يبني منزلا أكثر من أربع عرصات. علاه؟ لأن هذه المنطقة منطقة مشهورة بالتلاحم الاجتماعي. فنجد في هذا المنزل ملاحظة الأولى، هناك شباك للتهوئة في الطابق الأول ثم كذلك في الطابق الثاني. فنجد أن الشمس منذ أن تشرق إلى غاية مغيبها لها وجود داخل المنزل. وكذلك نجد هذا المنزل التقليدي موجود الموقد التقليدي عن طريق الحطب، وكذلك نجد أماكن تختلف حسب عدد أسرة هذا المنزل. فنجد هذا الصالون الصغير اللي هو تيزفري خاص بتجمعات النساء لما يأتون من الجيران، فلهم مجال خاص اللي هو تيزفري، لأن الرجل عندما يدخل يستأذن يتركون له المجال للمرور إلى غرفته في الطابق العلوي. لاحظت في هذا المنزل موجود ما يسمى الرحاب اللغة الدارجة، الرحال اللي هو ضروري لضمان المؤن التي تحتاجها الأسر في هذا المنزل أو في الجيران الذين هم متلاصقين مع هذا المنزل. فنجد هنا صاحب الدار وضع يعني اثنان من الرحى، واحدة له في الداخل والأخرى تكون في تقريبا في البهول الأول في المنزل. لماذا؟ لأنه لا يريد أن تطحن مؤن الجيران في راحه حتى لا يسقط جزء منها فيعتبر لديه أكل حرام. فكل أسرة لها بنات، يجب على ربط تلك الأسرة أن تضع لهم نوع من أنواع الزربية اللي هي كبيرة جدا تتكون حوالي من 10 أمتار طول وعرض ربما متر و90 سنتيمتر. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وفي سياق الحديث دائما عن السياحة بعد الفاصل في ركن جمعيات سنتطرق للسياحة كرافد اقتصادي مهم. مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد حمزة ميسارة رئيس مكتب جمعية كنوز الجزائر السياحية عن ولاية البويرة. أهلا بك سيدي. صباح الخير سيدي. صباح الخير مشاهدينا الكرام. سيدي الفاضل، ربما بدأ هل لك أن تضعنا في أهم نشاطات جمعية كنوز السياحية الثقافية؟ احنا كجمعية وطنية سياحية كنوز الجزائر عندنا اعتماد من وزارة الداخلية. من هذا المنبر أحيي السيد الرئيس محمد إبراهيمي رئيس الجمعية الوطنية اللي راه يقوم بعمل جبار على المستوى 58 ولاية. احنا كجمعية عندنا أهداف سياحية ثقافية ترفيهية بالدرجة الأولى، نشطوا عبر التراب الوطني. نعم. كما تعرفوا أنه مؤخرا عرفت السياحة ركود تام في ظروف الكورونا، والحمد لله
دونك حنا جينا باش نعطوا نفس جديد للسياحه في المجال. دونك الاهداف تاعنا تندرج اننا بالدرجه الاولى ندعموا السياحه الداخليه، وكذا ان شاء الله باش اننا نركز كثيرا على المعالم الاثريه والروسونس متاح عبر الوطن. دونك حنا رانا نشطوا وعندنا ثاني كما يقولوا اهداف اقتصاديه تاريخيه. ربما استاذ حمزه هنا تتكلم عن اهداف اقتصاديه، كيف يمكن تجسيد، دائما نتحدث عن السياحه كرافد اقتصادي مهم، كيف يمكن تجسيد هذا المبدا فعليا بتحويل كل الكنوز الثقافيه التي تسخر بها الجزائر الى عناصر مضره للثروه؟ حنا كجمعيه يعني رانا نديروا انترافاي دو بروكسيميتي عبر الوطن، يعني عندنا مكاتب عبر التراب الوطني تقريبا، وكذا عندنا مكاتب عبر البلديات، يعني نتقربوا من المواطن وكل الشرائح الاجتماعيه. دونك حنا باش نعرفوا بالمنتوج الداخلي تاعنا وندعموا الاقتصاد الداخلي بحد ذاته، يعني عندنا كما نقولوا اهداف اقتصاديه. ربما الحديث عن اهداف اقتصاديه والتقرب من المواطن للتعريف بالامكانيات الداخليه لتفعيل سياحه وطنيه داخليه امر مهم، لكن في النهايه الاكثر اهميه هو استقطاب العنصر السائح الاجنبي. هل لديكم مشاريع او ربما استراتيجيات او خطط لاستقطاب السائح الاجنبي للجزائر؟ احنا كجمعيه بدينا نديروا دي فورماسيون على لي غيد توريستيك، يعني الاستقطاب كي يجونا السواح لهنايا تكوين دليل سياحي. نعم، في الميدان السياحي، وكما تعرف احنا عندنا مؤهلات ومقومات كبار في البلاد اللي راح نستغلوها في المجال، وحنا ماذا بينا نوجدوا الارضيه طبعا في العنصر البشري اولا باش اننا نستقطب هذه الفئه من خارج البلاد او من داخل. ربما الحديث عن الجمعيات والمجتمع المدني يقودنا للحديث عن الشباب، والشباب ربما هو القوة الحقيقية التي يمكن لها أن تحرك ملف السياحة إن تم إشراكه في تسيير هذا الملف. باعتبارك ناشط جمعوي، هل إشراك شباب في القرار المتعلق بتسيير ملف السياحة سيكون له تلك القفزة التي ستجعل من الجزائر قبلة سياحية للسائح الأجنبي؟ طبعا طبعا، من هذا المنبر أحيي السيد رئيس الجمهورية اللي اشرك الشباب، اللي اعطى اهميه كبيره للشباب في العمل الجماعي، واللي جعلوا يعني كما يقولوا يتخذ قرارات في المجال. احنا كشباب عاد كاين يعني افكار جديده اللي خلقوها في الميدان، ويعني راهم ينشطوا بجديه. ربما كجمعية ناشطة في الميدان ونحن نتحدث عن الشباب، ولا يمكن الفصل بين علاقة الشباب والتكنولوجيا الآن، هل تستغلون كجمعية في تأطيركم للشباب الذي يتكون كدليل سياحي، تؤطرون هذا الشباب في تكوين تكنولوجي عبر تأسيس منصات رقمية للترويج لأهم الوجهات السياحية التي تمتلكها الجزائر، خاصة في ظل أن الجزائر لها إمكانيات الاستقطاب السياحي على مدار سنة، صيفا شتاء خريفا ربيعا، ربما الصحراء الجزائرية ونحن الآن في فصل السياحة الداخلية يمكن أن تمثل تلك الوجهة المفضلة للعديد من السياح الأجانب. يعني هذا واش خلى الجزائر أنها الدرجة الأولى سياحية، لأن عندنا 4 فصول اللي نقدر نستثمروا فيهم في المجال السياحي، ورانا متواجدين عبر التواصل كل التواصل الاجتماعي. الجمعية تمتلك منصة رقمية أم صفحات على التواصل؟ تمتلك صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي، وحنا عندنا رانا وجدوا باش نديروا ان سيتي بيرجي يتسمى، اللي راح ان شاء الله نعرفوا بالمنتوج الجزائري داخليا وخارجيا. ثاني كما حبينا نوصلوا للرقمنة تاع المعالم الأثرية. نعم، ملف مهم جدا، ربما رقمنة مهم جدا هذا الأمر، يعني من هذا المنبر يعني أناشد السلطات المالية برقمنة كل المعالم الأثرية والتاريخية على مستوى الوطن، وهذا شيء مهم جدا. ربما باعتباركم جمعية ناشطة في السياحة، وأنت تعرف أن الجزائر كبيرة
والترويج لها يتطلب إمكانيات كبيرة. هل لكم ربما شراكات مع جمعيات أخرى نشطة في المجال لتوحيد الجهود لإحداث تلك النقلة النوعية وجعل كل المعالم السياحية الموجودة في الجزائر محل استقطاب؟ احنا درك عندنا كما الإعلام هو عنصر مهم كجمعية نشطة عبر التراب الوطني. عندنا خرجات سياحية، كل خرجة أنه نقوم بتصويرها ويعني ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش المواطن الجزائري يتقرب أكثر من هذه المواقع. ربما هي أهم الوجهات التي تشتغلون عليها؟ الوجهات تاعنا يعني كما يقولوا هي عندنا مختلف السياحات، السياحة الجبلية، السياحة الحموية، السياحة تاع الصحراوية، السياحة على الساحل الوطني. عندنا يعني برنامج ضخم، ومؤخرا عندنا لقاء ان شاء الله يصادف 11 ديسمبر اللي راح نقوم به كجمعية وطنية سياحية في ولاية البويرة. نعم. اللي راح يضم يعني لقاء تاع 20 ولاية وملتقى وطني، ملتقى جهوي في الوسط. يعني كان عندنا ملتقى جهوي في الشرق، واليوم راح نديروا ان شاء الله ل 11 ديسمبر هذا راح نحيوا الذكرى تاع المظاهرات 11 ديسمبر، وكذلك اليوم الدولي للجبل، وراح نديروا ملتقى جهوي اللي راح يحضر فيها كما سبق وذكرت 20 ولايه لتبادل الافكار بين الولايات. يعني كل واحد عنده التاريخ تاعو، التراث تاعو، الثقافه تاعو، يعني شيء مهم جدا، يعني اعتبره شيء مهم جدا لانه راح يحفز السياحه الداخليه. نعم. ربما استاذ حمزه تعرف القلعه كوجهه سياحيه؟ احنا درك يعني عندنا برنامج اننا ندور كامل الولايات. ربما ادعوك انت وكل مشاهدينا الكرام الى هذه الجوله السياحيه بمدينه القاله التي يقودنا اليها دليلنا في الرحله الزميل سمير علوان. تتميز ولاية الطارف الواقعة في أقصى الشرق الجزائري بثراء طبيعي كبير. وفضلا عن هذا فهي تتمتع بتاريخ عريق، لا تزال معالمها الأثرية منتصبة وشاهدة على تعاقب حضارات مختلفة عليها، إذ يتواجد بها أكثر من 132 موقعا لما قبل التاريخ تعود لحضارات مختلفة كالفينيقيين، البيزنطيين والوندال، الرومان، وصولا إلى الحضارات الإسلامية والعثمانية والحقبة الاستعمارية. ومن بين هذه المعالم التاريخية نجد كنيسة القالة المطلة على البحر، انطلقت الأشغال بها سنة 1869 واستمرت إلى ما بعد 1878. بنيت بالحجر الكلسي وأرضية من الرخام، وسمك جدارها 30 سنتيم، وهي ذات نوافذ مستديرة وسقفها مكسو من الخارج بالقرميد. كما توجد أيضا قلعة الطاحونة التي تسبق هذه الفترة وتعود إلى الفترة العثمانية، بنيت سنة 1694 وقد كانت في الأصل طاحونة هوائية. لا
لقد كان الهدف من تأسيسها حماية مدخل الميناء من الجهة الغربية والشرقية وبرجا لمراقبة السفن. مثل هذه المعالم التاريخية الشاهدة على مراحل من تاريخ الجزائر والحاملة للهوية الوطنية تنتظر التفاتة السلطات المعنية لإعادة ترميمها وجعلها معلما سياحيا. إذن مشاهدينا الكرام، من هذه الجولة السياحية التاريخية الثقافية والإيكولوجية بألقالة نعود لاستكمال الحديث مع ضيفي بالاستوديو حمزة ميسارة رئيس مكتب جمعية كنوز الجزائر السياحية. سيدي الفاضل، ربما الحديث عن السياحة كمورد اقتصادي يحيلنا إلى السؤال حول أهم برامج جمعيتكم للتعريف بمختلف المواريث الثقافية للجزائر. اللي احنا راهي صادفنا اليوم المشهود اللي راه في 11 ديسمبر، هو كما يقولوا راح نديروا الذكرى المزدوجه لمظاهرات 11 ديسمبر ملتقى الجهوي، وكذلك صادف اليوم الدولي للجبال اللي راح نديروا ان شاء الله يوم الجمعه هذا 10 ديسمبر خرجه سياحيه باش نخرجوا شويه على القاعات. تأكيد عمل السياحة وعمل جواري نديروا روندون إن شاء الله، واللي راح بتنسيق طبعا مع مدير السياحة والصناعة التقليدية، مديرة الثقافة ومديرة المجاهدين. يعني طبعا تاعنا راح يكون فيها خرجة سياحية ثقافية وتاريخية في نفس الوقت. راح نديروا روندوني، نروحوا للدشرة اسمها إيواقورن، ثم ثاني كما يقولوا حبينا نديروها كما يقولوا المركز السياحي تما. لماذا تتميز هذه القرية؟ يعني القرية يعني بطبعها انها مجاهدة بالدرجة الأولى، وهي قرية سياحية راهم يرموا فيها، وحنا ماذا بينا ان السلطة تهتم بالقرى هذه على مستوى المداشر، اللي يعني ندعوكم لها ان شاء الله تحضروا ان شاء الله. ربما باعتبارك ناشط ميداني وانت في صدد الحديث عن السلطات، كيف تجدون تواجد السلطات مع مختلف نشاطاتكم للتعريف بمختلف المكنوزات الثقافيه سواء على مستواكم بولايه البويره او ربما باعتباركم جمعيه وطنيه على مستوى الوطن؟ يعني الحمد لله على مستوى البويره ما عندناش اشكال، لانه راح يحضروا معنا السلطات وعلى رأسها السيد ولي الولاية اللي نحيوه من هذا المنبر، وكذلك مختلف الهيئات. يعني نشكرهم على المساعدة اللي قدموها لنا لإنجاح هذا اللقاء اللي راح نديروه في 11 ديسمبر إن شاء الله. وبحد ذاته أننا يقولوا ما عندناش عراقيل يعني إدارية. ربما حمزة ميسارة، باعتبارك ناشط جمعوي في ملف السياحة وترقية السياحة، دائما نتحدث عن السياحة كبديل مهم في الاقتصاد، ربما بديل حتى عن المحروقات. في رأيك كناشط جمعوي وكمهتم بهذا الملف، ما الذي ينقص حتى تتبوأ السياحة تلك المكانة المرجوة منها لتكون أحد ركائز الاقتصاد الوطني؟ ما هي أهم المشاكل، ما هي أهم العراقيل التي تمنع من الوصول إلى تلك الرتبة لتمكين السياحة من أن تكون في تلك المهنة المرجوة منها، مكانة المرجوة منها؟ يعني احنا كشعار تاعنا السياحة النفط الذي لا ينفد. نعم. يعني الشعار تاع الجمعية هذا هو، وحنا لحبذا اشراك جميع الشرائح الاجتماعيه في الميدان، لانه شيء يهبنا كامل، لان السائح النهار يجي لازم يلقى الراحه التامه. الحمد لله رانا درك الامن متوفر يعني بالدرجه الاولى، هذا شيء مهم. حنا ثاني تهمنا كما يقولوا المحيط البيئي يكون نظيف، وكذلك كما الثروه الغابيه اللي احنا رانا نتبعوا فيها باش نديروا مسالك جبليه ولي كومبينغ هذو اللي راهم يخرجوا باش نحافظوا ثاني بالدرجه الاولى على الثروه الغابيه. وحنا كذلك
ندعو الجميع يعني ينضم للمساعدة في هذا المجال، لأنه مش عمل تاع وزارة سياحية وحده ولا كجمعية وحدها. أستاذ سمير، ربما دائما في الحديث عن السياحة في الجزائر والسائح الأجنبي للجزائر والجزائر كوجهة سياحية، يتم الحديث والنقاش حول ما الذي يريده هذا السائح في الجزائر. في كثير من المختصين في مجال السياحة يؤكدون أو يقولون أن السائح الأجنبي حينما يأتي إلى الجزائر لا يحتاج تلك الفنادق الفخمة وتلك ربما الرفاهية المطلقة التي ربما قد يجده في بلد، خاصة في الدول الغربية. يريد أن يعيش هذا البلد، ثقافة هذا البلد، مواريث هذا البلد، يعني وهي أمور ليست تتطلب تلك الإمكانيات المادية الكبيرة. باعتبارك ناشط في الميدان، لماذا لم نصل بالفعل إلى تحقيق هذه الشروط لتحقيق الإقلاع السياحي؟ احنا درك الوزارة قامت بمنشور وزاري اللي عطته لمختلف البلديات فيما يخص كراء البيوت على مستوى المداسير، ولا كاين فورماليتي اللي الواحد يتبعها مع البلدية تاعو. يعني درك السائح واش يحوس؟ كما قلت انه ما يحوس حاجة تاع فنادق، حوس حاجة تاع مناظر، تاع خارجات، حاجة تاع كما يقولوا ان سوفونير اللي راح يديه من المنطقة للدرجة الأولى. يعني هذه الأمور، لماذا لم نصل بعد إلى تحقيق هذه الشروط؟ ربما ليس مكلفة، أنت تتحدث عن قرية في ولاية البويرة يمكن أن تكون مركز استقطاب سياحي. نعم، وجهة سياحية. نعم، هي درك الآخر لا فولونتي كاينة، نبقى العمل لازم احنا نعملوا في المجال السياحي هذا، اللي لازم نعطوا له اهميه كبيره، لانه كما يقولوا بديل للنفط. منذ سنوات نحن نتكلم عن هذا الملف السياحه بديل عن النفط، شعار جمعيتكم هو السياحه بديل عن النفط. ربما لماذا لم نتقدم بشكل المأمول في تحقيق هذا الهدف المنشود؟ لماذا كناشط سياحي، كرئيس جمعيه، كمواطن له ربما لقاءات متعدده بمختلف المسؤولين في قطاع السياحه، لماذا لم نصل الى هذه النقطه؟ هي بالدرجه الاولى لازم انه نفتحوا المجال الاستثمار في السياحه. يعني كيف؟ يعني الاستثمارات يعني الان مهم جدا، لان كاين مستثمرين تلقاو عراقيل اداريه في الميدان، زيد كاين محميات غابيه اللي ما يقدروش الى يومنا هذا انه يستمروا في المجال هذا. نعطيك مثلا حنا تيجدا يعني وجهه سياحيه بالدرجه الاولى. نعم، يعني من اشهر الوجهات السياحيه. نعم، في شمال الوطن. نعم، وكاين المستثمرين اللي حابين يجوا يستمروا سواء في تيجدا ولا عبر ربوع الوطن. يعني نفتحوا المجال للمستثمرين، هذا هو الاشكال. نعم، ربما هو الحديث يطول في هذا الملف، ونعود لأسألك سيد حمزة ميسارة عن الملتقى الذي ستقوم بتنظيمه نهاية هذا الأسبوع. ربما من أهم المشاركين في هذا الملتقى؟ ما هي أهدافه؟ كيف سيكون برنامج هذا الملتقى؟ يعني البرنامج تاعنا راح يكون كما يقول لك في خرجة سياحية يوم الجمعة، اللي راح نزوروا ثاني مناطق تاريخية في المنطقة، وراح كاين ثاني تيمونياج تاع المجاهدين باش نعرفوا شهادات المجاهدين. مجاهدين، شهادات المجاهدين. كاين ثاني عندنا بياس تياترال اللي راح نديروها في القرية هذه. من بعد نعاودوا نطلعوا دار البيت الشباب. نعم، بيت الشباب ثاني عندنا سهره كيمياء ثقافيه، والسبت ان شاء الله عندنا ملتقى تاعنا الجهوي اللي راح يحضر فيه السيد ابراهيم محمد رئيس الجمعيه الوطنيه. نعم، مع تقريبا 20 ولايه. نعم، ربما هو ملف المدينه الدعاوي للسيد مدير السياحة والصناعة التقليدية، راح تحضر معنا ثاني دعوة مديرة الثقافة، مدير. إذن أجندة كبيرة، يعني لهذا الملتقى. يعني أجندة كبيرة إن شاء الله محضرينها إن شاء الله. سيد حمزة ميسارة، رئيس مكتب جمعية كنوز الجزائر.
السياحية لولاية بويرة، كنت ضيف برنامج جمعيات ببرنامج هذا الصباح. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج ووفق الله مساعيكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نربط الاتصال بغرفة الأخبار لتقديم موجز لآخر الأنباء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في برنامج هذا الصباح من الإخبارية الجزائرية، ونواصل النقاش مع ملف مهم، القضية الفلسطينية، حيث أسعد هنا بالاستوديو باستضافة الدكتور محمد أكرم فرلاح، الشخصية العلمية للعام من طرف سيدة الأرض الفلسطينية، وهي المنظمة التي كرمت رئيس الجمهورية كشخصية سياسية للعام في العام الماضي. وتسعد ربما نسعد باستضافة الدكتور محمد أكرم فلاح، الشخصية العلمية للعام والمختص في مجال الفيزياء النظرية، وكذلك الأستاذ روينة عبد المطلب، مدير مركز تطوير أنشطة الترفيه العلمي. أهلا بكما. أهلا بك أستاذ. ربما سيدي المحترم أن تحظى بشخصية السنة من المنظمة الفلسطينية، هو شرف كبير. طبعا يعني التكريم هذا يعني هو ليس يعني مهم في حد ذاته، بقدر أنه يعني مساندتنا للقضية الفلسطينية، يعني كل واحد كجزائري هي قضية مجتمع، يعني قضية كل جزائري، ولكن كل واحد يعني ممكن يساهم في القضية الفلسطينية بطريقته. يعني فخامة رئيسنا كان دائما داعم للقضية الفلسطينية، سواء سياسيا أو ماديا أو معنويا، وكان ضد التطبيع بكل أنواعه. أيضا نحن يعني ممكن نساهم في هذا الموضوع، ممكن فكريا، ممكن ثقافيا، ممكن علميا. أساس تكريم يعني شرفني به الدكتور كمال الحسيني، والتكريم يكون يوم 17 ديسمبر في القدس، ولكن تخبر الشخصيات يعني من طرف رئيس المؤسسة مسبقا. وتكريم للأسف كجزائريين يعني ممنوع علينا أنه ندخل يعني سيدي الفضل. ربما تكريم، ربما أكيد أنه فيه ملف رفض التطبيع، وهي عقيدة لدى الجزائريين كأحد أهم عناصر تصنيف الحصول على هذه الجائزة، وكذلك فيها ربما السيرة الذاتية. طبعا لا، الآن لما اتصل بي دكتور كمال الحسيني، أنا كان عندي اتصالات مع أساتذة يعني فلسطينيين ومع باحثين وطلبة فلسطينيين، وتواصل معايا وقال لي أنه أساس التكريم فيه جزئين، الجزء الأكاديمي والجزء ما يسمى الدعم للقضية الفلسطينية، اللي هو دائما زائد أن مؤسسة الأرض هي مؤسسة عريقة جدا، بدأت هذه السلسلة من التكريمات منذ 14 سنة، ويعني كل سنة تكرم أربع شخصيات، الشخصية السياسية والشخصية العلمية والشخصية الفنية والرياضية. الشخصية السياسية العام الماضي كما قلت هو فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، والشخصية العلمية لهذه يعني أكون ثاني شخصية جزائرية تكرم من هذه المؤسسة، ولكن على الجانب العلمي. يعني دكتور روينة عبد المطلب، مدير مركز تطوير أنشطة الترفيه العلمي، ربما كجزائري قضية الفلسطينية والقدس الشريف ربما عقيدة لا تناقش لدى الجزائريين، رفض التطبيع عقيدة لا تناقش، كناشط في المجال ومناصر لقضية الفلسطينية، كيف تعيش تجربة فوز جزائري بهذا الشرف أن تغرس باسمه شجرة على أعتاب القدس الشريف؟ أحسنت. إذن ربما أجمل بداية على الإطلاق أنه يكون العلم والمعرفة عنوان القضية الفلسطينية. اليوم كل الانتصارات في العالم تمر عبر العلم والمعرفة، تمر عبر الكلمة العظيمة في ديننا الحنيف، كلمة اقرأ. اليوم نداء لشبابنا، تكريم الذي حظي به أكرم محمد، الدكتور أكرم محمد فلاح، تكريم لكل شباب الجزائريين، تكريم لكل جزائري، على أساس أنك لا تستطيع أن تحقق ذاتك ولا تستطيع أن ترافع للقضية الفلسطينية إذا كنت لا تملك المعارف ولا تملك العلم
والمقدرة الفكرية على هذا الأداء. ربما لا تمتلك حتى العقيدة والذهنية الجزائرية. أحسنت، هذا طبعة الحال، العقيدة التي تدفعك إلى العلم والمعرفة. نعم، يوم تكريمه كان في هذا الاتجاه. نعم أستاذ روينا مطلب، سنعود لمواصلة النقاش حول هذا الملف بعد هذا الفاصل. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في برنامج هذا الصباح، ونحن بصدد الحديث عن جائزة شخصية العام العلمية لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية التي حظي بشرفها هذا العام الدكتور محمد أكرم فلاح. نتابع مشاهدينا الكرام بورتري للدكتور محمد أكرم فلاح، ونعود لاستكمال النقاش مع الدكتور الحاضر معنا بالبلاطو. أنا فلاح محمد أكرم، يعني من مواليد 18 جويلية 1988 في مدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي. يعني كانت البدايات تاعي يعني عادية كأي طفل يعني، ولكن كنت مهتم شوية بالأشياء اللي هي فيها الغاز، فبالتالي هذه اللي هي كونت الشخصية تاعي وتحولت إلى يعني قررت أنه المسار تاعي العلمي إن شاء الله كطالب راح يكون يعني في مجال هذا يعني الفيزياء النظرية. بديت المسيرة تاعي في جامعة عنابة، ثم يعني رحت إلى جامعة قسنطينة كملت الماستر في الفيزياء النظرية، ثم بدأت الدكتوراه. بعدها رحت إلى جنوب إفريقيا وكنت من الأوائل، وهم أعطوني ما يسمى بعدها جدوا لي منحة إلى معهد يعني في كندا اسمه معهد بيرميت الفيزياء النظرية، وهو
كما قلنا أنه ثاني أعظم معهد في الفيزياء النظرية في العالم. كنت فترة اشتغلنا في يعني في مركز البحوث النووية الأوروبية في جنيف. حاليا عندي مناصب أخرى اللي هي مدير ما يسمى المدير الأكاديمي لشركة أندروميدا للنشر والخدمات الأكاديمية في بريطانيا في لندن. أنا تخصص تاعي كان قريب شوية من فيزياء الكونيات يعني في الكوسمولوجي، وفي أيضا كما قلنا توحيد القوى الأربعة للكون اللي هي تسمى بنظرية كل شيء اللي هو أعظم لغز في الفيزياء النظرية. في بعض الإسهامات في ما يعني في ضياع المعلومات، في حل معضلة ضياع المعلومات في الثقب الأسود وإلى غير ذلك من الإسهامات. ربما هي إسهامات علمية كريمة كبيرة دكتور أكرم فلاح المتحصل على الشخصية العلمية للعام بمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية. حينما نتكلم عن العلم والمعرفة أكيد أنه كان فيك مساعدات وربما مساهمات أو مد يد العون لعدد من الطلبة الفلسطينيين. يعني بحكم تواصلنا كان تواصلنا يعني مع طلبة الفلسطينيين ومع باحثين فلسطينيين، ما عندهم يعني تسميات يقولوا فلسطين مثال جماعة 48 و 67 اللي هم ما زالوا يعني تحت الاحتلال يعني الإسرائيلي الغاشم. فكان هناك تعاون يعني أكاديمي، كان هناك مساعدة يعني في إيجاد منح، في إيجاد إشراف. فيعني حاولنا أن نساعد بطريقتنا يعني في الأشياء التي المساعدة ربما هنا في الجامعة الجزائرية أو ربما في جامعة أخرى. الجامعات يعني التي كنت فيها سواء في جنوب إفريقيا أو في كندا. نعم، مختلف هذه الجامعات طبعا. قدمتم يد العون لعدد من الطلبة الجزائريين الطلبة الفلسطينيين. تمنينا أنه يكون أيضا الدعم لأهل بلادي، ولكن لم يكن هناك تواصل مباشر من الطلبة أو الباحثين الجزائريين. ربما أستاذ أكرم باعتبارك داعم للقضية الفلسطينية وشخصية متحصلة على جائزة مرموقة معنوية كبيرة لدى الشعب الفلسطيني، كان في زيارة منذ 3 أيام لرئيس السلطة الفلسطينية إلى الجزائر، وكانت أحد أهم قرارات سيد رئيس الجمهورية هي منح طلبة الفلسطينيين 300 منحة دراسية جديدة. كيف تقرؤون مثل هذه القرارات لفائدة الشباب الفلسطيني؟ يعني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعني كان المرة الأولى واضح، يعني العام الماضي كان داعم بقوة من الجهة السياسية ومن الجهة ممكن الدولية لهذا الموضوع، ولكن المرة هذه وسع الدعم للقضية الفلسطينية إلى ليس فقط دعم سياسي ودعم معنوي، بل إلى دعم أيضا علمي أكاديمي ملموس يعني يفيد الشباب الفلسطيني ويفيد الباحثين، لأنه حتى هو يرى أنه نشأة ما يسمى أو تحرر هذه الدولة واستمرار القضية الفلسطينية تكمن في الشباب، والشباب يعني أهم أساس هو الجانب العلمي، فالقرار كان قرار حكيم فعلا. ربما بالحديث عن الجائزة، جائزة الشخصية العلمية للعام لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية، ربما يقودنا للحديث عن معايير هذه الجائزة، ربما المعايير العلمية والمعنوية إن صح التعبير، وكذا عن مشاريعك المستقبلية كباحث علمي جزائري ربما يتماشى مع توجهات دولته في مختلف القضايا. احنا عموما يعني نتكلم على كما قلت المعايير في هذه الجائزة هي معايير علمية بحثية أكاديمية ومعايير لمساندة القضية الفلسطينية. ما بالنسبة لموضوع المشاريع المستقبلية في المجال الأكاديمي، كما تعرف موجود الأكاديميين في المخترعين، كل واحد عنده وظيفة. احنا كأكاديميين تتمثل عملنا في نشر مقالات يعني محكمة في مجلات محكمة، في يعني في بحوث، في تطوير مجالي هو الفيزياء النظرية. الفيزياء النظرية فيها تخصصات كثيرة، فيها علم ما يسمى فيزياء الجسيمات الدقيقة، في الفيزياء النووية، في علم الكونيات، ممكن تخصصي أقرب شوية يعني لعلم الكونيات. نحن يعني نحاول أن نجيب على الأسئلة الأساسية في اللي هي ممكن تكون
عندها علاقة أيضا بالعقيدة والفلسفة في بداية الكون، نهاية الكون، أيضا فهم الغاز الموجودة الحالية في هذا الكون كالثقوب السوداء وغيرها. فهذا هو المجال تاعي يعني بالتقريب. نعم، ربما أعود للحديث مع أستاذ روينة عبد المطالب مدير مركز تطوير أنشطة الترفيه العلمي. أستاذ عبد المطالب، تتعدد أشكال دعم الجزائر شعبا وحكومة للشعب الفلسطيني، شعبا وحكومة كذلك. إذن الدعم هذا يتمثل في كل الاتجاهات. أبسط اتجاه الإطلاق، المواطن البسيط الجزائري الذي تحدثه في الشارع ينتفض للقضية الفلسطينية. هذا شعور أنا في الملاعب، في الشوارع، في كل مكان، وكأننا نجمع وكأن وحدة الجزائريين في القضية الفلسطينية. شعبا، حكومة، دولة، إذا لم نجتمع في كل القضايا اجتمعنا على قضية عقائدية هي قضية فلسطين، وهذا معناه صراحة واضح راح نقول منذ الاستقلال، واضح إلى الآن، ويتقوى في كل لحظة، خاصة أصبح أكثر قوة وأكثر تمسكا وتماسكا بسبب الأزمات الأخيرة وما يحيط ربما من بالجزائر من دسائس. هذه الأشياء قوات اللحمة. راح نقول الفلسطينيين نحن لا ننتصر لكم، أنتم تنتصرون لنا، تنتصرون لوحدة الجزائريين أكثر من هذا. معناها قضيتكم قضيتنا، والشعب الجزائري يشعر بهذا الظلم. معناها صراحة في كل ليس هناك شعب شعر بالظلم أكثر من الشعب الجزائري في قضية الاستعمار. إذن يثبت ذلك من خلال الأداءات في هذا الاتجاه. لكن أردت أن أتكلم عن الندوة التي أقيمت بالمناسبة، الندوة العلمية لدكتور محمد أكرم فلاح، كانت في الاتجاه أننا نقول لشبابنا والأطفال اللي حضروا الندوة، حتى الصحفي الصغير حضر وطرح أسئلة في الندوة الصحفية، عندنا نادي تاع الصحفي الصغير، وطرحوا أسئلة في هذا الاتجاه، كيف نجحت، كيف صرت كذا، كيف كرمت، كيف كذا. هذه الأسئلة وهذا هي الجسر اللي يجمع بين أصحاب الاختصاص المتقدم وعامة المجتمع ليدفعهم لما يسمى بالاختصاص العلمي، بالتفكير العلمي، بثقافة العلم، بتطويرها في المجتمع. هذا كله من أجل النهوض بالمجتمع في كل مناحي الحياة، وهذا هذا الهدف الرئيسي داخل المؤسسة، وسنعمل عليه في كل كذا، وإن شاء الله فيه تعاون كبير مع الدكتور على هذا الأساس، مع المنظمات التي اشتغل فيها، المؤسسات، المنظمات العلمية. نعم، دكتور محمد أكرم، أعود إليك بالنقاش. الرافد العلمي مهم جدا في دعم والتسلح لدعم كل القضايا، أليس كذلك؟ طبعا، يعني الجانب العلمي دائما أو الأكاديمي، يعني معظم الدول التي تطورت، يعني سواء ألمانيا، سواء حتى بعد الحروب الكبيرة التي حصلت، الحرب العالمية الأولى والثانية، كانت عن طريق النهضة العلمية. حتى يعني النهضة الأوروبية أيضا العلمية غيرت مجال، يعني غيرت أوروبا تماما، يعني من عصر الظلمات إلى عصر النهضة. وهذا هو الآن الوطن العربي إذا أراد عموما يعني حتى هو يروح إلى نهضة ممكن في جميع الجوانب، فأنا أرى أن الجانب العلمي يعني لازم يكون هو يعني في المقدمة. وأيضا أنا يعني البارح سئلت على موضوع المؤسسة، المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي. هذه بالنسبة لي مبادرة هي من أهم قرارات سيد رئيس الجمهورية طبعاً، لتكوين نخبوي في الجزائر، وهو أيضا قرار جد وحكيم، لأنه المشكلة في الرياضيات عندنا إحنا كجزائريين ولا في بلدان شمال إفريقيا أو العرب، أن الرياضيات هي شيء بحت، ولكن هذا المنظور القديم الكلاسيكي. الرياضيات فيها جزء بحت اللي هي الرياضيات البحتة اللي هي الماتيماتيك بير، وكاين الرياضيات التطبيقية في جميع المجالات، منها أيضا التطبيقات في الاقتصاد وفي الميكروبيولوجي، مثال في علم الفيروسات أنك تعمل نماذج رياضية. فالموضوع يعني كان في الرياضيات والذكاء الاصطناعي اختيار حكيم جدا. نعم، ربما احنا نتحدث عن الحكمة واختيار الحكيم. دكتور محمد أكرم، ربما حينما نتكلم عن العلم والنظرية العلمية فإنها دائما قابلة للتشكيك، ولكن العقيدة لا تقبل أي تشكيك وأي مناقشة. دعمك للقضية الفلسطينية كشاب جزائري باحث له آفاق علمية كبيرة وواسعة،
كيف ترسخت لديك تلك القناعة بدعم قضية هذا الشعب الذي يعاني من الاحتلال في ظل ربما إن صح التعبير تراجع لدعم هذه القضية على المستوى الإقليمي والدولي؟ هو القضية الفلسطينية احنا نتكلم احنا على الجزائريين، نعم كجزائريين طبعا طبعا هي موجودة فينا من الصغر، يعني هذه موجودة في فطرتنا في دمنا في 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 حياتنا يعني. ولكن الإنسان كل ما يرتقي في مجاله سواء العلمي سواء السياسي سواء الفكري يعني، وزائد انك تكون خارج الجزائر ممكن تحتك بالأسامي هذه. هذا معظم الاحتكاك بالعرب كان أردنيين فلسطينيين. يعني أنا حاولت، أنا أقول لك الهدف الأساسي، الهدف الأساسي هو كان محاولة فتح أبواب التعاون مع أهل بلدي، ولكن الموضوع كان شوية صعب يعني، فحاولت أن أساعد بلدي الثاني اللي هما يعني كانوا محتكين المشارقة بي في ذلك الوقت. فقلت الإنسان يحاول يدعم بالقدر الذي يستطيع به وفي مجاله بلده الثاني وإخوته الفلسطينيين، وهذا بالنسبة لي هو دعم أيضا لأهل بلدي. وأنا أتمنى ولكن في المستقبل أنه يكون هناك مشاريع بيننا وبين الباحثين أو الطلبة الجزائريين، ممكن ساعد في إيجاد منح، ممكن في إعطاء محاضرات، ممكن في يعني نعطيهم بعض النصائح. نعم. يعني باش نعطيهم يعني لمحة عن ما يسمى ما تجربتنا الشخصية يعني. نعم. في الخارج. دكتور محمد أكرم فلاح، الشخصية العلمية للعام من طرف مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية، كنت ضيف برنامج هذا الصباح، شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج، والشكر موصول بالطبع للأستاذ روينة عبد المطلب مدير مركز تطوير أنشطة الترفيه العلمي، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في برنامج هذا الصباح، بعد الفاصل سنناقش ملف الرقمنة وأهمية التمويل الرقمي والشمول المالي في تحقيق التنمية في ركن الاقتصاد. تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يحدث دون إحصائيات ورقمنة، وملف اليوم في ركن الاقتصاد سنتطرق فيه لأهمية التمويل الرقمي والشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة. وللاستفاضة في مناقشة هذا الموضوع أسعد بربط الاتصال بمحطة التلفزيون ببشار، حيث يلتحق بنا الدكتور مبارك بن زير أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد طاهري ببشار. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا سيدي الكريم. ربما كنت رئيس ملتقى الدولي حول تمويل الرقمي والشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة، ربما يتساءل المشاهد الكريم ما هو التمويل الرقمي والشمول المالي؟ إذن في البداية أتوجه بتحية صباحية عطرة للسادة المشاهدين للتلفزيون الجزائري من داخل وخارج الوطن، ونشكركم على هذه الاستضافة لإعطاء أو تسليط الضوء أكثر حول موضوع المؤتمر الدولي الذي تم انعقاده بجامعة طاهري محمد بشار بكلية العلوم الاقتصادية حول التمويل الرقمي ودوره في تعزيز الشمول المالي لضمان تمويل مستدام من خلال تشخيص الواقع الفرص والتحديات. كما ذكرت أن التمويل الرقمي هو استخدام الوسائط و المنصات التكنولوجية في المعاملات المالية سواء لدى البنوك أو المؤسسات المالية المختلفة من خلال ما تقدمه التكنولوجيا خاصة شبكة الأنترنت في هذا المجال، كل هذا لوصول الخدمات المالية لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وهذا ما يصطلح عليه بالشمول أو الاشتمال المالي، لأن الخدمات المالية تصل لكافة المتعاملين في المجتمع مهما كانت طبيعتهم، سواء كانوا مؤسسات كبيرة صغيرة متوسطة وحتى تلك المؤسسات متناهية الصغر، وكذا بالنسبة للأفراد الطبيعيين أي بالنسبة للأشخاص العاديين من خلال معاملاتهم اليومية فيما يتعلق بالجوانب المالية. وهذا ما هو عكس الإقصاء أو الاستبعاد المالي، لأن الشمول المالي يشمل كافة أفراد المجتمع، خاصة كما قلت في ظل توفر جميع الأشخاص على هواتف ذكية مربوطة بشبكة الأنترنت
ومتاحة من خلالها مجموعة من التطبيقات التي تمكن من العمل على هذا الأمر في إطار دائما وبصفة عامة رقمنة الاقتصاد، وبصفة خاصة المعاملات المالية التي يقوم بها الأفراد. ملتقى دولي حول التمويل الرقمي والشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة يقودنا للسؤال حول أهم المخرجات أو توصيات هذا الملتقى لتحقيق هدف التنمية المستدامة. إذن من بين أهم مخرجات هذا الملتقى هو ضرورة توفير بيئة تحتية خاصة ما تعلق بشبكة الأنترنت، لأن الأمر مرتبط بدرجة أولى وبنسبة كبيرة بتوفر أو وجود شبكة أنترنت حتى يتمكن الأفراد من القيام بهذا الأمر. فلا بد من توفير البنى التحتية خاصة تدفق الأنترنت بالنسبة لكافة الأفراد وكافة المناطق على مستوى الوطن. كذلك ضرورة اندماج المواطنين في هذه العملية، أي أنها لا تبقى فقط من طرف بعض الأفراد أو فئة معينة، وإنما يجب على الجميع أن يتكيف مع الأمر، خاصة في ظل الوقت الحالي وما يشهده العالم الذي يمر بجائحة، واستوجب الأمر أن الأفراد يمكثون في منازلهم، ولكن يجب استمرار معاملاتهم سواء المالية أو الخاصة. فلا بد من اندماج جميع الأفراد واستغلالهم واستخدامهم لهذه الوسائط وهذه التطبيقات للقيام بجميع معاملاتهم. كذلك من بين التوصيات أنه يجب الإشهار بهذه العمليات. فنجد نحن أنه الكثير من المؤسسات المالية سواء مؤسسات البريد أو البنوك قدمت مجموعة من الخدمات الرقمية، ولكن نظرا لضعف أو قلة الإشهار عنها لم تصل إلى الأفراد أو إلى المواطن. فيجب تكثيف الإشهار في وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة حول ما تقدمه هذه المؤسسات المالية كخدمات رقمية حتى يستفيد منها الأشخاص. كذلك لا بد من زيادة الوعي باستخدام الوسائل التكنولوجية في المعاملات المالية، وهذا لتسهيل المعاملات وتيسيرها للأفراد. كل ذلك كما قلت في ظل انتشار هذه المعلومات بشكل واسع ومن طرف جميع الأفراد المتعاملين في هذا المجال. يعني هل في خطط واضحة المعالم من مخرجات هذا الملتقى ترفع إلى الوصاية بمختلف تدرجاتها لتحقيق الهدف المشهود من التمويل الرقمي والشمول المالي لتحقيق التنمية؟ أكيد أن المؤتمرات في مجملها هي لقاءات أكاديمية تخرج بتوصيات عامة على أمل أن ترفع إلى الجهات المعنية والجهات الوصية سواء بالنسبة للمؤسسات المالية. نحن استضفنا من خلال هذا المؤتمر مدراء لبنوك وعمومية على مستوى ولاية بشار حتى تصل هذه الانشغالات من خلال المناقشات التي تمت، حتى يتم معرفة مكمن الخلل أو مكمن نقطة الربط بين ما تقدمه هذه المؤسسات المالية وما يجب أن يستقبله المواطن، حتى تصله هذه الخدمات التي تقدم في الشكل أو بالوقت المناسب. إذن هذه التوصيات أكيد أنها سترفع سواء بالنسبة على مستوى محلي لمدراء البنوك، وعلى مستوى أعلى سواء بالنسبة للوزارة الوصية أو بالنسبة للوزارات المعنية بهذا المجال، حتى على أمل تطبيقها وتفادي ما هو موجود كخلل أو كعائق يقف أمام تطبيق على أوسع نطاق لهذه المعاملات الرقمية، ومعرفة كما قلت أين هو الخلل وأين هي الحلقة المفقودة بين ما تقدمه المؤسسات المالية كخدمات وما يستخدمه الأفراد والاستفادة من تلك الخدمات. وهذا ما سنعمل عليه إن شاء الله من خلال رفع هذه التوصيات، وهذا المؤتمر ما هو إلا بداية على أمل القيام بدورات وأيام دراسية وندوات تتخلل أو كتتمة لهذا المؤتمر دائما في هذا المجال فيما يتعلق بالرقمنة والتمويل الرقمي وربطه بالشمول المالي، وتوضيح كل ما يجب أن يكون من خلال هذا الأمر سواء بالنسبة للمؤسسات المالية العنصر الفاعل أو القائم على تقديم هذه الخدمات ومستقبل تلك الخدمة المتمثل في الأفراد باختلاف
أنواعه. دكتور مبارك بن زاير، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة محمد طاهر ببشار، ورئيس الملتقى الدولي حول التمويل الرقمي والشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة، خلال مداخلاتكم تطرقتم إلى ملف جد مهم وهو المنظومة البنكية، وكما تطرقتم إلى تسميتها بالحلقة المفقودة لتحقيق هذا التمويل المالي. ربما ما الذي يمنع المنظومة المالية البنكية الجزائرية من الانخراط الفعلي في مثل هذه المسارات التي أصبحت أكثر من ضرورية لتسهيل الاستثمارات وتحقيق الإقلاع الاقتصادي؟ إذن في الوقت الحالي لم يعد هناك خيار بالنسبة لهذه البنوك أو المؤسسات المالية بصفة عامة، فيجب عليها الآن في ظل الظروف الحالية والتطورات الموجودة في الوقت الحالي، يجب عليها الاندماج في هذه المنظومة المتطورة، وإلا ستبقى يعني معاملاتها أو في إطار تنافسية هذه البنوك تبقى منعدمة أو قليلة. لهذا يجب عليها، فهي مجبرة غير مخيرة، للاندماج في هذا التطور ومسايرة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمات مالية مرقمنة خلال وسائط وتطبيقات تكنولوجية حتى تساير ما هو موجود سواء في الدول العربية مقارنة بالدول العربية أو بدول أوروبية متطورة. فالمجال كما قلت الآن بالنسبة لهذه البنوك أو المؤسسات المالية بصفة عامة هي مجبرة على هذا الأمر، لأن سوف يعود عليها أولا بالنفع من ناحية زيادة تنافسيتها من حيث تقديم خدمات متطورة، من حيث جلب أكبر قدر ممكن من الزبائن، وبالتالي ينعكس إيجابا على ربحيتها وعلى ديمومتها ووجودها، وخاصة في إطار المنافسة البنكية. لذلك فنجد أن البنوك بدأت نوعا ما تتقدم أو تقدم ما يجب عليها ومسايرة هذا الأمر من خلال استحداث معاملات مالية رقمية إلكترونية، وحتى بالنسبة لمؤسسة بريد الجزائر خاصة في الآونة الأخيرة نلاحظ أنها بدأت في مسايرة الأمر من خلال ما تقدمه كخدمات موجودة في البطاقة الذهبية من خلال بعض التطبيقات البريدي نات بريدي موب، يعني والتحويلات التي أو المعاملات التي يمكن أن تتم رقميا أو من خلال شبكة الأنترنت، تحويل مبالغ مالية من حساب إلى آخر، دفع فواتير سواء بالنسبة لفواتير الكهرباء والغاز، فواتير المياه وشبكة الأنترنت، تسديد بعض المعاملات على غرار تذاكر الطيران وأقساط التأمين وغيرها من المعاملات التي بدأت نوعا ما تتحرك في الأمر هذا ومسايرة ما يجب أن يكون خاصة في الوضع الحالي. دكتور مبارك بن زاير، ربما هل يمكن القول قطعيا أو قول فصل بأن الرقمنة هي رهان الإقلاع الاقتصادي في الجزائر؟ أكيد أن الرقمنة، فنجد نحن الآن حتى ما توجه الحكومة وبإزداء ما مخرجات الاجتماعات التي تقدمها الحكومة بوزرائها، خاصة ما يوجهه السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال ما تعلق برقمنة الاقتصاد، خاصة المعاملات المالية، لأن الرقمنة ستؤدي إلى إيجابيات عامة سواء بالنسبة للمؤسسات سواء بالنسبة للحكومة أو بالنسبة للأفراد، أي أن المعاملات سوف تندمج في المنظومة المصرفية ويكون فيه وضوح وشفافية حتى تتمكن الدولة أو الوزارة المعنية من متابعة وتقييم هذه المعاملات المالية والاقتصادية في البلاد. فالرقمنة دائما لها إيجابيات وهي المبتغى المنشود من طرف الحكومة خاصة في الوقت الحالي، وما هذا ما نتمناه نحن كاقتصاديين أو كمتعاملين بدرجة أولى، أن تكون المعاملات كلما كانت رقمية كلما أدى ذلك إلى اندماجها في المنظومة المصرفية وإلى وضوحها وسهولة التعامل بها وإعطاء أكثر فعالية وشفافية وديناميكية في هذا المجال وتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار بشكل خاص. دكتور مبارك بن زاير، ربما ونحن نتحدث عن الاقتصاد والاستثمار، الحكومة الجزائرية بصدد مراجعة قانون الاستثمار
من أهم المعلومات حول هذا القانون أنه سيكون على المدى الطويل، ربما لن يمكن تغييره في المدى المتوسط أو القريب. ألا ترون أن تضمين مسألة الرقمنة وتسهيل الخدمات البنكية يجب أن يكون أو يتضمن كأحد أهم الركائز المتواجدة في هذا القانون؟ أكيد أنه كما قلت أنت، الرقمنة أو إعادة إصلاح قانون الاستثمار هو على المدى الطويل، وحتى الأمور هذه يعني تحتاج إلى وقت، لأنها كما قلت تحتاج إلى بنى قاعدية، إلى منشآت، إلى قاعدة، إلى فلذلك تأخذ وقت، ولكن الهدف منها هو يكون على المدى الطويل أكثر منه على المدى القصير أو المتوسط. ودائما كما قلت اندماج سواء الأفراد أو المؤسسات المالية المنظومة هذه والرقمنة سوف يؤدي إلى تحقيق أهداف مسطرة على المدى البعيد لتوضيح الأمور ومعرفة مجالات الاستثمار الأكثر ربحية والأكثر استقطابا والأكثر تنافسية في الاقتصاد الوطني ككل، وهذا ما سيشجع الأفراد وستعمل عليه أكيد الحكومة لترقيته، فالأفراد سوف تتوضح لهم الصورة بشكل أفضل. وكذا بالنسبة للحكومة في مجالات الاستثمار المختلفة التي يجب التركيز عليها لتحقيق إقلاع اقتصادي في الجزائر، خاصة كما قلت في المدى الطويل وليس فما ذلك في المدى المتوسط والقصير، وهذا هو الهدف الأساسي والرئيسي من الأمر هذا، وهذا ما سعينا من خلاله نحن كأكاديميين من خلال هذا المؤتمر، أننا نوضح أن المسار الاقتصادي للجزائر الذي سوف يبنى على مدى طويل انطلاقته يجب أن تكون من الآن من خلال استحداث وسائل وأرضية مهيئة للأمر هذا، والتي على رأسها هي الدخول في مجال الرقمنة في مجالات خاصة ومجالات متعددة بكل الجوانب الاقتصادية، خاصة ما تعلق بالجوانب الخاصة بالمعاملات المالية والبنكية. أستاذ بن زاير، ربما ما مدى صدقية النظرية التي تقول بأن الرقمنة هي أحد أهم الوسائل لمحاربة الفساد وبناء تلك الصورة الحقيقية لما هو موجود سواء في الاقتصاد أو في الإمكانيات أو الإحصائيات؟ أكيد أن الرقمنة سوف تعمل بشكل أساسي على القضاء على السوق الموازية، لأن الأمور كلها سوف تندمج ضمن المصروفة أو المنظومة المصرفية الواضحة التي هي تكون يمكن متابعتها، يمكن مراقبتها بكل شفافية بكل وضوح، من خلال أن الجميع يتعامل داخل هذه المنظومة ولا يكون فيه شخص خارج عن هذه المنظومة، أي تقليل من الجانب الموازي أو السوق الموازي خاصة في المعاملات الاقتصادية، فهذا سوف يؤدي إلى تحسين الرقابة على المعاملات المالية والاقتصادية بصفة عامة ومتابعتها في كل وقت وخاصة من طرف السلطات. وكما قلت بشكل أساسي ورئيسي القضاء على السوق الموازية خاصة فيما يتعلق بالمجالات الخاصة بالخدمات المالية، فنجد مثلا أنه مثلا ما تعلق بتداول العملات أو تغيير العملات بالعملات الأجنبية مقابل دينار جزائري، نجد أنه ما هو موجود كموازي أكثر مما هو موجود كرسمي، ففي إطار إدخال رقمنا على هذه المعاملات واستخدام الوسائل التكنولوجية من طرف البنوك ومن طرف الأفراد سوف يقضي على الجانب هذا الموازي، وسوف تكون المعاملات كلها في إطار قانوني في إطار منظم يمكن مراقبتها يمكن متابعتها وتكون واضحة وشفافة، وهذا ما تسعى إليه الحكومة في الوقت الحالي، ولهذلك فهي مجبرة الآن أو تسير نحو تعزيز هذا الأمر، أي تعزيز رقمنة المعاملات المالية والاقتصادية بصفة عامة. دكتور مبارك بن زاير، أستاذ بكلية العلوم السياسية العلوم الاقتصادية بجامعة محمد طاهر ببشار، ربما تطرقت لنقطة مهمة جدا وهي الكتلة المالية الموازية في السوق السوداء. كثيرون يعزون
تضخم هذه الكتلة خارج البنوك إلى ثقل الإجراءات الإدارية في عمل البنوك. وأنتم في ملتقاكم قمتم باستضافة عدد من مدراء البنوك، وأكيد أنكم تطرقتم لهذه النقطة. ربما في تقديرك وفي رؤيتك وربما من مخرجات هذا الملتقى، كيف يمكن بناء تلك الثقة بين صاحب المال والبنك لإعادة ضخ تلك الأموال في البنوك لتحريك الاقتصاد الوطني؟ نعم بالضبط، هذا ما يجب أو هذا هو الرهان والتحدي الآن بالنسبة للمؤسسات المالية والبنوك، هو كيفية جلب الموارد المالية الخارجة عن المنظومة المصرفية لإدخالها في المنظومة المصرفية، حيث نجد أن نسبة كبيرة من الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد هي خارج القطاع الرسمي، وهذا ما يجب أن تعمل عليه البنوك في الوقت الحالي من خلال تعزيز الثقة بين ما تقدمه من خدمات هي كمؤسسات مالية بنكية وبين الأفراد سواء كانوا اقتصاديين أو طبيعيين أو بصفة عامة بين كل من لديه مدخرات مالية وهي خارجة عن نطاق الكتلة النقدية الرسمية. فيجب جلب تلك المدخرات من خلال تعزيز تلك الثقة، وهذا ما يجب أن تعمل عليه البنوك من خلال إصلاح خدماتها وتوضيح توجهها الحالي نحو المعاملات الاقتصادية والمالية حتى يكتسب أو تكتسب ثقة من طرف الزبائن، ما يشجعهم على ضخ تلك المدخرات في لدى هذه البنوك وتصبح في الجانب الرسمي حتى يمكن معرفة بنسبة دقيقة حجم المبالغ الموجودة في الاقتصاد الوطني وكيفية تسييرها بالشكل الأمثل. وهذا كما قلت ما يجب على البنوك أنه هو الرهان الحالي، أنه تعزيز تلك الثقة بينها وبين الزبائن، وهذا ما نتمناه خاصة كما قلت في إطار هذا المؤتمر من خلال استضافتنا لمجموعة من مدراء البنوك العمومية، حاولنا طرح هذا النقاش، وهذا ما يجب أن تسعى إليه، أنه هي تلك النقطة التي يجب العمل عليها والتركيز عليها، هي تعزيز الثقة بين المؤسسات المالية وزبائنها. ربما دكتور من النقاشات في هذا الملف لتفادي الحديث عن الثقة، ثقة المتعامل أو المدخر والبنك، تتعالى أصوات من وقت إلى آخر لإيجاد حلول لهذا الملف تتمثل أساسا في تغيير العملة. يعني هل هذا الملف تغيير العملة يمكن تطبيقه؟ وإن كان لا يمكن تطبيقه، ما هي الحلول القريبة لإدخال تلك الكتل المالية في السوق الموازية للتعاملات البنكية؟ إذن هذا الملف هو ملف صراحة شائك بالنسبة للإقتصاد الجزائري، وكانت العديد من الأكاديميين كانوا أشاروا إلى ضرورة تغيير العملة من بين الحلول التي يمكن اعتمادها لجلب ما هو موجود كمبالغ مالية خارج سيطرة البنك المركزي أو خارج المنظومة البنكية. هذا بطبيعة الحال يعتبر كحل من الحلول الذي اعتمدته بعض الدول وقدم يعني كنتائج إيجابية، ولكن في الجزائر يمكن اعتماده ويمكن اعتماد طرق أخرى كان أشار إليها السيد رئيس الجمهورية من خلال تصريحه الأخير، أنه تغيير العملة نوعا ما في الوقت الحالي مستبعد، وأن الحكومة سوف تلجأ إلى إجراءات أخرى من خلال تقديم ضمانات وتسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على جلب مدخراتهم وضخها لدى المؤسسات المالية حتى تصبح أو تدخل في دائرة الاقتصاد. نحن ما نتمناه كاقتصاديين وأكاديميين أن البنوك هي الحلقة الرئيسية في الاقتصاد وهي المنشط الرئيسي للاقتصاد، ما نتمناه أنه من هذه البنوك أنه تعزز ثقتها مع المتعاملين سواء كمتعاملين اقتصاديين أو متعاملين طبيعيين حتى تسعى لتحريك الاقتصاد من خلال ما تجلبه من مدخرات موجودة لدى هذا الأفراد باتباع إجراءات أكيد أنه يجب أن تكون يعني تخدم الطرفين حتى لا نضر بمصالح أي طرف، ونسعى في الأخير إلى تحقيق إقلاع اقتصادي في الجزائر. ربما للتوضيح أكثر دكتور مبارك بن زاير، ما هي الصعوبات التقنية، وأنت المتتبع للمشهد الاقتصادي، ما هي الصعوبات التقنية لتغيير العملة؟ الصعوبات التقنية لتغيير العملة هي يجب أولا أن تكون بقرار سياسي، وقرار سياسي متخذ من طرف السلطات العليا في البلاد،
صعوبات تقنية فيما يتعلق بالتكاليف الناجمة عنها، خاصة فيما بعد لأنه تغيير العملة هو إجراء ناجع لجلب المدخرات، ولكن في المقابل له بعض الآثار أو تكاليف التي سوف تتحملها الدولة، خاصة فيما يتعلق لأنه تغيير عملة جذريا، يعني أنه عملة لن تعود تبقى موجودة واستحداث عملة جديدة، وهذا الأمر أكيد أنه له تكاليف وسوف تتحملها الخزينة والدولة بصفة عامة. كذلك له ممكن أنه بعض الأمور التي قد تكون تقنية فيما يتعلق بالأمر هذا، يعني كيف سيكون تطبيقه تطبيقيا عمليا، فنوعا ما يحتاج إلى دراسة أكثر أكاديمية أكثر موضوعية وأكثر دقة، حتى في حالة ما إذا طبق حتى يعطي تلك النجاعة أو تلك الهدف المنشود منه، حتى لأن الهدف هو جلب تلك المدخرات، فيجب أن يكون الهدف رئيسي ويجب أن يكون الهدف ناجح. لذلك حسب رأيي أنه يمكن اتخاذ إجراءات أخرى تكون أكثر نجاعة، وبطبيعة الحال تبقى هنا دراسات أكاديمية حتى معرفة الإجراء المناسب والوقت المناسب لتطبيقه. دكتور مبارك منظار، وأنت رئيس الملتقى الدولي حول التمويل الرقمي والشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة، ربما الحديث عن الاقتصاد والرقمنة والمنظومة البنكية المالية يحيلنا إلى الحديث عن العلاقة ما بين الاقتصاد والبنوك، إمكانيات البنوك، الإمكانيات الرقمية للبنوك للانخراط في مسعى التمويل الرقمي والشمول المالي، باعتبارك مطلع على المشهد الاقتصادي في الجزائر سواء ما يتعلق بالمنظومة البنكية أو هيكلة الاقتصاد، هل يمكن الانخراط في هذا المسعى في أقرب الأجال أم أن الأمر يتطلب خطة على المدى المتوسط أو المدى البعيد؟ إذن كما قلت أن البنوك هي الحلقة الرئيسية في الاقتصاد، يعني هي التي تلعب الدور الوسيط بين من لديه مدخرات وبين من يسعون إلى الحصول على قروض للقيام بمشاريع استثمارية. فالبنوك الآن في الجزائر هي غير مخيرة، هي مجبرة على مسايرة التطورات، خاصة نحن أنه نسبة كبيرة من المنظومة المصرفية في الجزائر هي بنوك عمومية، ولذلك يجب الآن على هذه البنوك مسايرة ما هو موجود، ويجب عليها التحسين من خدماتها وتطويرها ورقمنتها. فالأمر الآن ليس هو خيار وإنما هو إجبار حتى تندمج في المسعى الذي تسعى إليه الحكومة الجزائرية، فيجب عليها تطوير خدماتها، رقمنتها، توفير بنى تحتية، توفير هياكل ومنشآت قاعدية لمسايرة الأمر هذا، وإلا فإن الزمن سوف يتجاوزها، ويجب عليها كما قلت هي مفردة مفروضة عليها في الوقت الحالي، لأن الوقت الحالي هو وقت رقمنة، وقت رقمنة المعاملات بنكية مالية اقتصادية، فالأمر يجب أن تتبع أو تساير وتنخرط في المجال هذا، وإلا سوف تفقد حصة ونسبة من تنافسيتها في الوسط العملي في الوسط البنكي، خاصة إذا فتح المجال أمام بنوك أجنبية خاصة وأعطيت لها اعتمادات للنشاط في الجزائر، فإن هذا أكيد أنها سوف تخلق منافسة بنكية بينها وبين ما هو موجود من بنوك عمومية أو بنوك خاصة ناشطة في الجزائر، فسوف تحرك وتتحرك ديناميكية هذه البنوك. لذلك الآن كما قلت هي مجبرة على مسايرة هذه الأوضاع وتطوير خدماتها للوصول إلى المبغى أو المبتغى الذي تنتهجه الحكومة لتحقيق أهداف خاصة على المستوى البعيد أو المتوسط على الأقل. دكتور مبارك بن زاير، في إيجاز ربما باعتبارك أستاذ جامعي وخبير، ألا ترى بأن الآن نتحدث ضرورة أهمية للتكوين الجامعي أو المهني للانخراط في هذا المسعى؟ بإيجاز من فضلك. إذن أكيد أن التكوين خاصة في مجال الرقمنة بالنسبة للمعاملات المالية، بالنسبة للخدمات الرقمنة لأنها مرتبطة بأمور تقنية خاصة بمجال الإعلام الآلي، هذا ما نرى توجه الحكومة أنه تعطي أولوية لهذه التخصصات وهذه الشعب، فأكيد أنه يجب تزاوج بين الاختصاصين، بين الاقتصاديين وبين المتعاملين بمجال الإعلام الآلي والرقمنة، حتى يتم الخروج بمخرجات تكون بمستوى تطلع سواء المؤسسات المالية أو المتعاملين معها من أفراد.
نعم دكتور مبارك بن زاير، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة محمد طاهر ببشار، ورئيس الملتقى الدولي حول التمويل الرقمي والشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة، كنت ضيف ركن الاقتصاد في برامج هذا الصباح. شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج وعلى كل هذه الاستفاضة في هذا الملف المهم جدا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي بما ينسجم مع توجهات الدولة. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، نتوجه بكم الآن إلى غرفة الأخبار لتقديم نشرة لآخر الأنباء. إذن متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في الساعة الثالثة لبرنامج هذا الصباح، ونلتقي بكم الآن إلى حظيرة الهجار والمناطق الرطبة بها في روبورتاج تنقلنا فيه الزميلة ندى رمضلية. تحملنا تمن راست في حضن طبيعتها المغرية إلى ثاني منطقة رطبة. موقع تانغت، حيث تعزف أخارير المياه لحناً يبعث على السكينة والراحة. هذه المياه سطحية مصدرها مياه الأمطار. نحن نعلم أن منطقة الأهكار تتأثر بتأثيرين من ناحية الأمطار، تأثير متوسطي يعني مياه قطبية أو غيوم قطبية، وتسقط الأمطار في جونفي وفيفري، وكذلك تتأثر بأمطار تسقط في أواخر جويلية وأوت وسبتمبر مصدرها موسمي أو مداري. الأمطار تتجمع في قمم الأتاكور أو قمم الأهجار ثم تنساب عبر تحت تأثير الجاذبية نحو المناطق الأسفل، فتظهر في منطقة تانغت ثم تنساب نحو الأسفل نحو الجنوب نحو القرى المحاذية لمنطقة تانغت مثل تايفت وإندلاق. يستفيد منها الفلاحون في الزراعة وفي تربية المواشي، ويستفاد منها في مياه الشرب، وكذلك تنساب نحو الجنوب إلى أن تصل إلى ما يسمى بالدول المجاورة بمنطقة النيجر أو المصدر الوحيد لمياه الشرب.
مشاهدينا الكرام، ربما الحديث عن ثقافة العرفان والاستحقاق قيمة إنسانية راقية سيكون لنا فيها حديث بالتفصيل بعد الفاصل في ركن جمعيات. العرفان وثقافة الاستحقاق ملف سنتطرق إليه مع الدكتور طه كوزي رئيس مؤسسة وسام العالم الجزائري، وحديث عن احتفالية وطنية سنوية لتكريم العلماء من داخل الوطن وخارج الجزائر. وسام العالم الجزائري تشريف لكل مبدع. أهلا بك دكتور طه. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. دكتور طه، ربما لابد أن تضعنا في معالم مؤسسة وسام العالم الجزائري، يعني الفلسفة، الرؤية، الأهداف. ربما ابتداء، مؤسسة وسام العالم الجزائري هي مبادرة من عمق المجتمع الجزائري، من رحم المجتمع الجزائري. أبناء هذا الوطن رأوا أن العالم ينبغي أن يتصدر المشهد. العالم ينبغي أن يكون هو واسطة العقد في كل حدث وفي كل تغير وفي كل بناء لهذا الوطن وفي مسيرة أي مجتمع. ينبغي أن يكون العالم والباحث وطالب العلم هو بؤرة العدسة والمعيار، محور الارتكاز تماماً، ومحور الارتكاز في أي حركية وفي أي بناء وفي أي حركية في اجتماعية. وسام العالم الجزائري هي قبلة في جبين كل من يشتغل علما وأدبا ومعرفة وبحثا وتطويرا من أبناء الجزائر داخل الوطن أو خارجه، لأنه لا فرق بين إنسان يشتغل داخل الوطن أو خارجه. أي إنسان جزائري يتحمل على أكتافه عبء الوطن، حب الوطن، تقديم خدمة لهذا الوطن، قد يكون في أبعد نقطة في اليابان أو في كوريا أو في الصين أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي مكان، أو أن يكون في تمنراست أو في الجزائر أو في قسنطينة أو في وهران أو في غردائر. المهم أن يكون حاملا لهذه البذرة في عقله وفي قلبه، أن يكون يتحمل هذه المسؤولية في تقديم هذه الخدمة، في الخدمة العلمية، الاختراع، الكتابة الأدبية، الكتابة التاريخية، الهموم الفكرية، التاريخ لهذا الوطن في أي فن من الفنون. في النهاية الاختراع، الإبداع، التطوير في أي مجال. هذا الإنسان طبعا هو مركز ثقل، وهو في النهاية هو مركز الاهتمام بالنسبة إلينا. هذه المبادرة عبرها الآن تحيي ذكرها 12 ابتداء سنة 2007 مع البروفيسور أبو القاسم سعد الله رحمه الله، شيخ المؤرخين الجزائري. تماما، شيخ المؤرخين، وبهذا الاسم أيضا تم تكريمه في سنة 2007. وتواصلت الطبعات من عالم إلى عالم، من رقعة إلى رقعة في هذا الوطن، وكانت الفرصة طبعا للتعرف على حواضر والتعرف على أن الجزائر ولودة للعلماء، ولودة للمفكرين، للكفاءات. تماما، ولادة للكفاءات. فقط ينبغي التعريف بها، ينبغي الاهتمام بها، ينبغي الاحتفاء بها، وأيضا تحريكها ضمن حركية المجتمع. في هذا الصدد يعني نفهم أن وسام العالم الجزائري هي رسالة شكر وعلفان، وكذلك قوة دعم لهؤلاء العلماء. تماما، دعم لهؤلاء العلماء، وأيضا طلب منهم بلسان صريح أن يواصل في تقديم خدماتهم للتنسيق والتشبيك في العلاقات بين هؤلاء العلماء وبين مؤسسة وسام العالم الجزائري وبين المجتمع الجزائري اليوم، الذي يتحرك ويبحث عن طريق وعن الحلول في مجالات كثيرة. حلول تقنية، حلول إدارية، حلول سياسية، حلول فكرية، حلول صناعية، حلول في المؤسسات الناشئة، في كل المجالات اليوم هو يبحث عن نفسه، يبحث عن تقديم الإضافة. بدون هذه العقول، بدون إشراكها وبدون حضورها، ستتعقد المهمة. لهذا مسرورون جدا في المرحلة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة لما نشاهد بعض الأسماء العلمية حاضرة في بعض النقاشات وفي حاضرة على أنها نموذج. وهذا ما سعت إليه مؤسسة وسام العالم الجزائري منذ أول يوم في سنة 2007، على أن تضع هؤلاء ليس لأشخاصهم، ليس لفضلهم هم، ولكنهم هم فئة معبرة عن كثير من الأسماء والعلماء اليوم. مثلا لا أعرف، لما نتحدث عن القاسم حبة ونتحدث عن بروفيسور أحمد جبار أو عن بروفيسور عبد النبي الليكشي في مثلا في مستشفى زميرلي، 21,000 عملية في مجال جراحة الأعصاب في ظروف استثنائية، ويقدم كل هذه الخدمة لهذا الوطن. لما تدخل عليه باب مكتبه تجده دائما شامخا، مدققا، عاملا، في صمت وفي هدوء إلى آخره. الآلاف من أمثال هؤلاء اليوم في الجزائر، والآلاف مستعدون للعمل، للتنسيق، لتقديم الإضافة لهذا الوطن. دكتور طه، أفهم من خلال مداخلتك وكل ما تفضلتم به أنتم بصدد تكريس ثقافة في المجتمع الجزائري، وهي ثقافة القدوة. تمام، القدوة والأسوة وبناء النموذج الذي ينبغي أن يكون يحتذى به هو العالم، هو الباحث، هو طالب العلم. طبعا الكل، هناك قدوات كثيرة اليوم في مجتمعنا، قد تكون قدوات رياضية وفنية وفي مجالات كثيرة،
وهي طبعا مشكوره لما تقدم نموذج طيب، نموذج ايجابي، نموذج ايجابي لشبابنا اليوم وشاباتنا في سياقنا الجزائري. ولكن ايضا في سياق العلم اليوم لاحظنا ان هناك غيابا في مرحله ما، في مرحله في تاريخ هذا الوطن، غيابا لهذه الفئه. فاردنا ان نكرس هذه، ان نجمع هذه القلوب، ان نجمع هذه العقول، وان نتجاوز في الكثير من الاحيان انانياتنا الضيقه. لانه الكثير من الناس يعرفون فقط ابناء منطقتهم، يعرفون فقط ابناء حاضرتهم، يعرفون ابناء جهتهم. ولكن هذا الوطن ممتد في حواضره، في تاريخه، في عائلاته، في جذوره. فحاولنا أن نقطع المسافات شمالا شرقا جنوبا شمالا لنتجاوز ذاتياتنا، لنتجاوز أنانياتنا الضيقة، لنصل بعد ذلك على الأقل نرسم ولنعزف سمفونية جماعية فيها الكثير من العلماء المبدعين، ونتجاوز كل جزر لتشكيل تلك الصورة البراقة للجزائر الولادة لكفاءات في كافة المجالات وتكريس ثقافة القدوة. بالإضافة إلى أنه نقطة مهمة جدا دائما نتطرق لها في مختلف نقاشاتنا هي ثقافة العرفان والاستحقاق. تمام. الاستحقاق الذي للأسف في بعض الأحيان كلمة الشكر، القبلة على الجبين، الاعتراف بصاحب الفضل، بالفضل لأصحاب الفضل أيضا، في الكثير من الأحيان اللسان ثقيل في هذا الأمر، قد يكون ألسنتنا تنزع في الكثير من اللحظات إلى النقد، والله ما دارش، بقصره وكذا إلى آخره. قد تأتي بالكثير من الأفضال في مجتمعك وفي عائلتك وفي محيطك، ولكن لخطأ واحد قد تمحى كل إيجابياتك، تختلف زوايا الرؤى تماما وتختلف بعد ذلك وقد تصل إلى ما لا يحمد عقباه. ولكن نريد أن نكرس هذا الأمر حين نستيقظ صباحا، أننا ننظر إلى هذا الوطن على الأقل بإيجابية، وأن نتحمل أيضا مسؤولية سلبياته. لسنا هنا لنبرر الواقع، لسنا هنا لنبرر الوضع، لسنا لنبرر عجزنا، ولكن نحن هنا لنقول بأن لدينا إيجابيات، لدينا علماء، لدينا باحثين، ونحن نتحمل أيضا مسؤوليات السلبيات التي هي اليوم مطروحة ونجدها اليوم في الشوارع، في الأزقة، في المقاهي، في الجامعات، في المختبرات إلى آخره، ونتحملها باعتبارنا أبناء لهذا الوطن، باعتبارنا جزء من هذا الوطن، وباعتبار المشتغل بالعلم هو المسؤول الأول عن وطنه وعن أمته. نعم. هذا المجتمع هو مجتمع مفدي زكريا وعبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والعربي بن مهيدي، وهنا دفن الصحابة الذين علمونا الدين، علمونا الإسلام، علمونا اللغة. هنا في هذا الوطن هنا ذاكرته الأمازيغية بهذه الروح المتآلفة مع ذاتها، المتناغمة مع نفسها، بهذا التنوع وبهذا الاختلاف، بهذه الروح التي تستطيع من خلالها أن تضم كل هذه الأصوات. إذا كنا لا نستطيع أن نجمع كل الأصوات في سيمفونية واحدة، فالعيب في الملحن، في العيب في من ينظم هذه السيمفونية. ربما اليوم أود فقط أن أضع فاصلة لي، وأنت أكيد متتبع لوسائل التواصل الاجتماعي، في كثير من الأحيان نشهد تلك الصور والمشهورات المتفاخرة بتحقيق أي جزائري لأي نجاح علمي، كنماذج مثل بروفيسور بالقاسم حبة أو مليكشي، أو نشهد يعني حملات أفراح على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر واحتفاء بهذه الشخصيات. إذن هذه النماذج ألا يمكن أن تستغل كدافع مهم لتحقيق تلك الرسائل الإيجابية في المجتمع، لتأكيد على أن الجزائري له الإمكانية في النجاح وتحقيق كل ما يريد الوصول إليه؟ في الحقيقة أنا متفق معك تماما أستاذ، ولكن نحن في حاجة نتجاوز هذه الحالة الشعورية، الحالة العاطفية، الحالة الاحتفالية. هو الانتقال هو المهم، وهذا الانتقال من ما يسميه ملك بن نبي من الحضور الشعوري للوجود الفعال. نعم. حتى بالنسبة لمؤسسة وسام العلم الجزائري اليوم نحن واعون بأننا ينبغي أن نخرج من حالة الاحتفال إلى حالة الوجود الفعال. نعم. أعطي مثالا، بالأمس كنت باتصال مع الأستاذ الفاضل المكرم وسام العلم الجزائري قبل 6 سنوات البروفيسور بلقاس محبة، وتناقشنا في الكثير من الأمور. تجد هذا الرجل في حد ذاته هو رجل تاريخ في هذا، يعبر عن وطنه، يعبر عن مجتمعه، يعتز بهويته. نعم، هو معتز بهويته وهو جاهز لتقديم أي إضافة، ولكن ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا هذا الصمغ، هذا الناقل، هذا من يجمع الشمل ومن يدفع الناس إلى أن يتجاوزوا ذاتياتهم وأنانياتهم. اليوم هل بإمكاننا أن نتجاوز هذه العقدة؟ لأنه في كثير من الأحيان عما ذلك الصوت الكئيب الكريه القاتم. نعم. والقاتل، أن الجزائر لا خير فيها. نعم. أن الجزائر لا تلد عالما، لا تلد خيرا. نعم. لا تلد فنانا، لا تلد نموذجا، لا تلد مصنعا، لا تلد جامعة. الصور السوداوية أن النجاح لا يكون إلا خارج الجزائر. تمام. وعملت الكثير من الجهات على هذا الأمر لتستفيد من طاقتنا ولتواصل الجزائر
الجزائر في نزيف أبنائها من رحمها فتربيهم وتعلم كلهم. اليوم إذا تحدثنا عن بروفيسور جبار وتحدثنا عن عبد القاسم حبة وتحدثنا عن كمال يستومي وتحدثنا عن كل هؤلاء العلماء الذين اليوم هم خارج الوطن مثلا، كلهم تلقوا تكوينهم داخل الوطن. نعم. كلهم خريجي الجامعات الجزائرية وخرجوا بمنح. نعم. من الدولة الجزائرية وهم يعترفون بالفضل لهذا الوطن. ولكن المشكلة في كثير من الأحيان أننا لدينا عقدة أخرى ينبغي أن نحلها، بأن أصحابنا المنجز خارج الوطن أو المنجز خارج الوطن أهم بكثير من المنجز داخل الوطن. فلهذا في كثير من الأحيان بهذه الفكرة مثل اللاعب المحلي واللاعب الدولي في بعض الأحيان فتعمى أعيننا وأبصارنا عن المشتغلين بذأب وبجهد وبإخلاص داخل الوطن لفئة أخرى. فلهذا نحن نحاول أن نحقق هذا التوازن. ربما الحديث نقطة مهمة جدا في إحداث هذا التوازن، باعتبارك رئيس جمعية تهتم بهذه الفئة النخبوية، في تقديرك في رؤاك في فلسفتك، هل على هذه النخبة أن تنزل إلى يعني إلى القاعدة أم على القاعدة أن ترتقي إلى مستويات هذه النخبة؟ هناك مشكلة في الحقيقة، دائما هذا هو المشكل في نحتاج إلى مصعد في الحقيقة كهربائي، لأنه لما تكون بين الناس وتعيش مع الناس إلى آخره يقول لك لازم ينزلوا إلى الواقع، لازم يكونوا معنا. نعم. ولما تلتقي بالنخبة وبالأساتذة وبالعلماء إلى آخره فيطلب من الواقع أيضا أن يرتفع وأن يطلع النيفو ويرتقي. نعم. إلى آخره. نعم. فأعتقد بأن هذه المهمة لا تستطيع النخبة لوحدها أن تنزل الواقع، وليس بتأكيد. الواقع أو المجتمع بأخطائه بضعفه وأيضا بصدقه وبعواطفه النبيلة وبحبه لعلمائه ولأساتذته إلى آخره لا يستطيع أن يدرك ما في قلوبهم وعقولهم وما في أفكارهم. بتأكيد. نحتاج إلى فئة وسيطة تقوم بدور الوساطة بين الحديث هنا بين الوساطة. أنه لاحظنا كم من مرة أنه سيد رئيس الجمهورية استشهد بمثل هذه النماذج، أستاذ مليكشي، أستاذ حبة، يعني ألا يمكن أن هذه الوساطة تتطلب إرادة ممكن سياسية أو إرادة سيادية لتحقيق تلك المشهد الموحد للكفاءة والقاعدة للنهوض بالوطن؟ أعتقد بأن الاستشهاد هذا من سيد رئيس الجمهورية هو استشهاد إيجابي جدا، هي خطوة أيضا في الطريق الصحيح، لأنه لما يسمع إلى أهم هذه الأمثلة تذكر في الخطابات وفي اللقاءات وفي المجامع وفي المجالس، هذه خطوة في الطريق الصحيح أعتقد بالنسبة لمجتمعنا ولأمتنا ولوطننا. ولكن بعد ذلك نحتاج إلى آليات، وأيضا حتى تكريمه بوسام اليوم وسام الاستحقاق في رئاسة الجمهورية بدرجة عشير مثلا هي خطوة أيضا، ولكن ليس هناك فقط بالقاسم حبة، هناك كثير من العلماء الآن هذه الخطوة إيجابية جدا وتقدم كبير في لغاتنا في خطابنا بعد سنوات من الجفاف في الحديث عن العالم والالتفات إلى باحث تماما. ولكن اليوم نحن نحتاج إلى آليات عملية، نحن نحتاج أن نؤسس لمؤسسات وسيطة أو أن ندعم المؤسسات هذه المؤسسات الوسيطة التي تقوم بهذا الدور بين النخب الفاعلة أو النخب الغائبة لظروفها، لأن لا تستطيع أن ترجع أستاذ الآن موجود مقيم في دولة ما أجنبية أو غربية أو شرقية إلى الجزائر، ولكن باستطاعتك أن تدعم المؤسسات الوسيطة أو تؤسس لمؤسسات أخرى تقوم بهذا الدور وتربط هؤلاء بأوطانهم وتربط أيضا وتعزز هؤلاء اليوم الذين يشتغلون في الجامعات الجزائرية، جامعة تمثيلة مثلا، جامعة سطيف، جامعة ورقلة، هناك كثير من الجامعات الآن تقوم بدور إيجابي اليوم في وطننا. هذه المؤسسات الوسيطة التي قد تكون مختلطة بين الإدارة الجزائرية والمجتمع المدني، بهذه الطريقة نستطيع أن نستعيد الثقة ونستعيد هؤلاء أيضا داخل الحركة العلمية في المجتمع الجزائري. دكتور طه، يعني في هذا السياق بالتحديد يعني يمكن للمجتمع المدني ممثل في الجمعيات التي تشرف على تكريم هذه الكفاءات ربما أو الجمعيات التي تنشط في مجالات معينة أن تلعب دور تلك الحلقة ما بين القاعدة. نعم. وهذه الفئة النخبوية. نعم يمكن أن تقوم بهذا الدور، ولكن قد يكون دور محدود إذا كنا مستعجلين، إذا كنا نبني وطنا. هو يمكن أن تحقوس إلى الفاعلين الاقتصاديين، إلى مراكز بحثية، إلى مختلف الجامعات يعني. وأنت تحول بعد ذلك هذه الإشارات الطيبة والجيدة جدا بالنسبة لي احترام العالم وذكره وتقديمه في المناصب وفي المسؤوليات وفي ايضا حتى في الذكر بالنسبه ليكون قدوه لشبابنا، هذه مساله مهمه جدا بالنسبه لنا في هذا الوطن. ولكن بعد ذلك انا اعتقد بان هناك هذه الاراده ينبغي ان يتحملها الجميع، وسائل الاعلام، الاراده السياسيه، الاداره، الجامعه، الجميع مسؤول، مجتمع المؤسسات المجتمع المدني، وهؤلاء العلماء كطرف مهم كذلك الجزائري. نعم. وهي سعيده ايضا انه عرف بالقاسم حبه، ولكن لدينا جهد كبير لنعرف ايضا
مثلا في طبعه كرمنا البروفيسور كمال يوسف تومي من جامعه الامايتي، وفي نفس طبعه كرمنا بالمناصفه معه الشيخ عبد الرحمن بعموري من تمرست. بالنسبه الينا في عيوننا في هذا الوطن، لا يستقيم الوطن فقط بامثال البروفيسور كمال يوسف تومي او يستقيم الوطن فقط بامثال الشيخ بعموري، ولكن معا بهذه الروح تماما تشكيل لكل انه هذا الرجل الان قائم على الفتوى، قائم على رص الصفوف في يعني خطاب وحدوي ثقيل في جبهه حساسه وخطيره من جبهات هذا الوطن، ويقوم بترصيص هذا المجتمع في قلبه وفي عقله الى اخره، هو بنفس الدور وبنفس الاهميه لما يكتسبه عالم في الامايتي ويقدم اختراعات واسرع روبوت في العالم الى اخره. بهذه الروح، بهذا التجاوز للجزر، بهذا التجاوز للانانيات، بهذا التجاوز لهذه الروح الضيقه، اعتقد باننا نستطيع ان نتقدم خطوات الى الامام. من دونها اذا بقيت بعض الامراض في قلوبنا وفي عقولنا، ان الامر مرتبط بشخص ما، ان الامر مرتبط بجهه معينه، مرتبط بفئه معينه، اعتقد باننا لن نستطيع ان نتقدم خطوات الى الامام. ستمر بين السنوات وسنجد بانفسنا نراوح مكاننا ولا شيء تغير في هذا الوطن، ثم بعد ذلك ماذا؟ نفقد الثقه ونحمل المسؤوليه للوطن في حين نحن من يتحمل المسؤوليه. نعم، الجزائر يبنيها الجميع ويحميها الجميع. دكتور طه، ربما الحديث حول هذا الموضوع ذو شجون، ومؤسسه وسام العالم الجزائري هي طبعة 12 لتكريم العالم الجزائري، هذه السنة سيحظى بالتكريم السيد نصر الدين سعيوني وابنه معاوية. نعم تمام. يعني هل لك أن تضع في صورة هذا التكريم هذه السنة وموضوع التكريم؟ طبعا البروفيسور نصر الدين سعيوني وابنه البروفيسور والدكتور معاوية سعيوني أيضا متخصصا في التاريخ، متخصصا من مدرسة سعيوني ومن مدرسة أبو القاسم سعد الله ومن مدرسة هؤلاء امتدادي مدرسة تماما ليمتل هؤلاء الكبار الذين حفظوا لنا ذاكرتنا. قد يتساءل كرمنا مثلا عدد من تخصصات وعدد من المجالات في السنوات الماضية، ولكن لماذا التاريخ في هذه اللحظة؟ لماذا البروفيسور نصر الدين سعيدوني الذي تدرج في الجامعة الجزائرية؟ تماما تدرج في الجامعة الجزائرية، تدرج في جامعة الجزائر، حصل وأيضا حصل على شهادة أخرى في المدرسة العليا للأساتذة، ثم بعد ذلك انتقل إلى إكسون بروفونس حيث وصل دراساته العليا، ثم قدم مشاريع بحثية واهتمام بإعلام الجزائر وتأليف موسوعة الأعلام دائرة المعارف إلى آخره، وحاول أيضا يؤسس لموسوعة خاصة بالأعلام الجزائريين. أيضا وابنه معاوية أيضا وصل في نفس الطريق، ربما كان المدخل مختلف من العمران، وتدرج أيضا بين المدرسة المتعددة التقنيات ليبو الحراش، ثم بعد ذلك إلى مختلف مدارس تقنية في فرنسا من باري بلفيل إلى فيرساي وغيرها من المدارس العليا وأيضا المعهد الفرنسي، ثم بعد ذلك تخرج والآن هو في كندا بعد أن قام بعدد من السنوات من العمل في الجامعة الجزائرية وفي السياق الجزائري، وهو مهتم كثيرا بالعمران ومهتم أيضا كثيرا العمران باعتباره ذاكرة تاريخية وذاكرة جماعية ومعبر أيضا تماما، معبر عن المراحل التي مر بها وطن وصناعة الذاكرة من خلال هذا العمران ومن خلال اللمسة الفنية والجمالية والعمرانية في وطن ما. السؤال الذي طرحناه، لماذا التاريخ في هذه اللحظة؟ لنقول فقط بلسان صريح بأن هذه الأمة لها هذه الرقعة الجغرافية التي اسمها الجزائر، هي في النهاية أمة، ليست مجرد جبال، ليست مجرد تضاريس، ولكن هي ذاكرة في النهاية تحمل في كل بيت شهيد وفي كل بيت مجاهد وفي كل جهة من جهات هذا الوطن الأربعة، الكل شارك في تحرير هذا الوطن، سواء كان في ثورة التحرير، سواء كان في بناء هذا الوطن أو ساهم في بناء الإنسان من خلال جهود المدارس، مدارس جمعية العلماء وغيرها في بناء هذا الوطن ومواجهة الجهل وكل ما شهدناه في وطننا مما استثمره أيضا المستعمر في الكثير من الأحيان من تجهيل هذا الوطن. لنقول بأن هذا الوطن وهذه الرقعة الجغرافية ليست فقط دولة، وإنما دولة وأمة وتاريخ وحضارة بكل وذاكرة تجمع في قلبها وعقلها الكثير من المحطات التاريخية المؤلمة والسعيدة، ليس فقط في 5 جويلية، ليس فقط في 1 نوفمبر، ولكن كل يوم من أيام الجزائر، كل يوم من أيام الله هو أيضا يوم من ذاكرة هذا الوطن. المسألة الثانية أن العائلة مهمة، الأب وابنه، الوالد وما ولد، قدوة. نعود للحديث عن القدوة تماما، لأنه في النهاية اليوم صار هذا العصر هو صار عصر شدود،
عصر التطبيع مع كل شدود سياسيا أخلاقيا تربويا إلى آخره. ونحن اليوم نشاهد هذه المثلية كيف يطبع لها في الأفلام وفي المسلسلات وفي مباريات كرة قدم إلى آخره. ونحن من خلال هذا الأمر نشير إلى أن العائلة لما تكون مباركة، لما يكون العلم هو محور الاهتمام، لما لا تكون مباريات كرة القدم بطريقة مدمنة والمسلسلات والأفلام بطريقة مدمنة، سيرتقي الأبناء بعد ذلك إلى أعلى المستويات التربوية والعلمية بعد ذلك بطريقة سلسة. ولنا في هذه العائلة العبرة، لما يكون الوالد هو البروفيسور نصر الدين سعيدوني وابنه معاوية سعيدوني ومن رحم عائلة واحدة، وهذا هو النموذج المبارك للعائلة الجزائرية التي، وهذا ليس غريبا عن العائلة الجزائرية. العائلة الجزائرية ولدت، تجد في العائلة الواحدة الأب الجد شهيد والأب شهيد والخال شهيد والعم شهيد والابن والأم أسيرة في بعض الأحيان والابن مجاهد، نفس الشيء. يعني العملة هي النضال. تمام، العملة الوحيدة هي النضال، وقدر هذا الوطن هو النضال، وقدر هذا النضال، وقدر هذا النضال يكون مستمرا في كل مجالات الحياة. قد يكون صعبا، قد يكون طبعا بثمنه وبأثمان باهظة في بعض الأحيان، ولكن أن تكون جزائريا يعني أن تكون مناضلا باختصار. باختصار، وربما الحديث باختصار يحيلنا إلى أهمية مثل هذه الوقفات مع ورثة الأنبياء على الأرض، العلماء. أستاذ طه، تماما، نحن نريد نقول هذه الكلمة ليس فقط ينبغي الاهتمام بالعالم، ولكن أيضا حتى على العالم أن يتحمل مسؤولياته التاريخية، لا يكون منسحبا، لأنه في كثير من الأحيان ندعو المجتمع، وهذا هو المصعد الكهربائي الذي تحدثنا عنه، على المجتمع أيضا يهتم، نعم، وعلى طبقة السياسية أن تهتم، نعم، والآن نجد خطوات إيجابية في هذا السبيل، ولكن أيضا هو على العالم نفسه أيضا يتخذ الأسباب، على العالم أيضا يتفهم بأنه أيضا مسؤول، أنه تلقى الكثير من الشحنات العاطفية، أمال الناس، أمال الوطن، أمال الأمة معلقة على ظهره، وأن عليه ديونا ينبغي أن يقدمها وأن يقوم بسدادها، بعيدا عن اعتبارات الناس، بعيدا عن الإشارات، بعيدا عن الإعلام، بعيدا عن البيار والبابليك ريليشنز والاستثمار، لأنه في النهاية ينبغي أن نتجاوز أنانياتنا والصورة النمطية إلى آخره. أيضا على العالم أن يتحمل مسؤولياته. نعم، في الجزائر علماء قصروا في حق وطنهم، في الجزائر علماء انسحب، في الجزائر باحثون لم يقوموا بأداء المسؤوليات التي ينبغي عليهم أن يقوموا بها، في الجزائر كثير ممن استفاد من مناح إلى آخره مسؤول أن يرد هذا الإحسان إحسانا مضاعفا. ووسام العلم الجزائري يقول للجميع، يقول لنفسه أولا، أنا ينبغي أن نتجاوز أنانياتي، أن نتجاوز ضعفي، أن نتجاوز جغرافيتي، ثم بعد ذلك أدعو الجميع إلى هذا، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحجر الأسود لما دعا الجميع أن يلتفوا حوله ويرفعوه معا إلى حيث ينبغي أن يوضع. ربما أستاذ طه، هنا أنا تطرقت لنقطة مهمة جدا، وأنت الذي تتعامل أكيد مع مختلف الباحثين والعلماء الجزائريين من مختلف أصقاع العالم، كيف تجد استعدادات هؤلاء العلماء للإسهام في بناء الوطن؟ الكل محب، والله الكل محب، لا أعرف هل هذه ظاهرة جزائرية، لأني التقيت، سافرنا في عدد من الدول، تجد في بعض الدول مثلا قد يكون نسى بأنه في النهاية من دولة الفلانية أو المجتمع الفلاني، ولكن الجزائري لا، غمس في المحيط الذي يعيش، العالم الجزائري حاضر في كل المباريات الأوروبية والصينية، وهذا دليل أن الإنسان الجزائري مهما غادر ومهما غامر ومهما سافر ومهما بعد عن وطنه جسدا، ولكنه حاضر بقلبه وعقله، الكل يحمل هذا الحب في قلبه، الكل ليس بيننا خونا، ليس بيننا من يحمل هذه النية السيئة إلا ما رحم ربك، إلا ما ندر، ونحن لسنا مجتمعا ملائكيا ولسنا مجتمعا شيطانيا أيضا، ولكن المشكلة أن كل المحبين يسألون عن كيف نجتمع، كيف نلتقي، كيف نتعاون. وأعتقد أن وسام العلم الجزائري ليس لديها الجواب، هي مبادرة قد تكون قاصرة، لها أخطاؤها ولها ضعفها أيضا، ولكن تدعو إلى هذا، تدعو أن نجتمع على طاولة، أن نؤسس للآليات، نجيب عن كيف تتحول هذه الحالة إلى حالة دائمة ويومية من العمل، من التعاون، من التفاعل في بناء هذا الوطن. دكتور طه كورزي، رئيس مؤسسة وسام العالم الجزائري، سعدت كثيرا بأن تكون ضيف فقرة جمعيات ببرنامج هذا الصباح، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج. شكرا جزيلا، وأنا أسعد أيضا بلقائك. شكرا. دكتور طه، تؤمن بأن المطبخ هو جزء من الثقافة؟ أيضا، أكيد المطبخ جزء من التاريخ أيضا. نعم، إذن أدعوك لمتابعة، وأدعو المشاهدين الكرام إذا متابعة هذا الروبورتاج للزميل نوردين بن عبسة حول أكلة المردومة بولاية خنشلة. أن تستظل تحت ظل شجرة في الجبل فذاك ممتع، وإن اخترت أن تتذوق المردومة الأكلة الشاوية فإنك
اقتطعت لنفسك لحظات من تقليد غابر. المردومة هذه تاع جدادنا كانوا يديروها في الارض، وما كانش بكري كما نقولوا احنا التريشيتي والفريجيدار، سكيتا يديروها وياكلوها في برد النهار. خذيت انا فكره، قلت البلاصه هذه نخدمها وندير الشيوة وندير المردومه. السياحه في جبال يابوس بخنشلة تحاول ان تصنع لنفسها سمعه خاصه وان تستقطب الوافدين من كل مكان. ما فين بلي فاست فود، اول مره كي كليتها عنده يعني حاجه تجربه مليحه، عاودت رجعت على جلت هذه المردومه. هذه اللي اخذت شهره في المنطقه هذه باللي سامبلا تراديسيونيل، ويعني تاكل هاك تشوف ما شاء الله. رانا قريب كلينا خروف في ثلاثه ما حسيناش حتى باللي رانا ناكلوا فيه، تلموا البنه نتاعو. شفناهم كيفاه يوجدوها وطريقة التحضير تاعها، عندها مذاق خاص، مذاق يعني ما اللي ذاقوا ما يتصوروش كيف ما. للطبيعة سحرها وجاذبية الغابات الجبلية تستفرغ منك ضغوط الحياة المدنية وتدفعك لاكتشاف خبايا الأوراس وتذوق أكلات المنطقة المشهورة، وعليك فقط أن تجرؤ. إذن متواصلون معكم مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل أخبار الرياضة. وتلتحق بنا الزميلة سهيلة معوش لتقديم أخبار الرياضة. أهلا بك سهيلة. صباح الخير زكريا، شكرا لك. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من الجولة الرياضية. والمستهل بالمنتخب الوطني لكرة القدم الذي تعادل أمس بهدف لمثله أمام منتخب مصر على ملعب الجنوب برسم الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول من منافسة كأس العرب فيفا 2021. وكان الخضر السباقين إلى مجالية التهديف عن طريق محمد أمين طوغاي في الدقيقة 21 قبل أن يعدل الكفة للمصريين عمرو السولية عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 64. فيما تلقى ياسين تطراوي البطاقة الحمراء في الدقيقة 5 بعد 90، يتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الرابعة، يليه منتخبنا الوطني بسبع نقاط لكل منهما مع أفضلية اللاعب النظيف للفراعنة، فحظا موفقا لعناصرنا الوطنية في دور ربع النهائية. وعقب نهاية اللقاء تحصل ياسين إبراهيمي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، نظيرة ما قدمه على أرضية الميدان وتحركاته فضلا عن تمريراته، كما كان وراء العديد من فرص منتخبنا الوطني. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي ينال فيها لاعب الريان جائزة بعد تلك التي تحصل عليها في الجولة الثانية أمام منتخب لبنان. وضمن الجولة ذاتها أنهى منتخب لبنان مشواره في كأس العرب في المركز الثالث بثلاث نقاط عقب فوزه على نظيره السوداني بهدف لصفر في لقاء احتضنه ملعب المدينة التعليمية المونديالي. وحسم منتخب لبنان الفوز بهدف عكسي سجله الحارس السوداني علي أبو عشرين بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 76، وبهذا سجل اللبنانيون الفوز الوحيد في البطولة في الوقت الذي تعرض فيها منتخب السودان للهزيمة الثالثة على التوالي متذيلا بها المجموعة دون رصيد. ما حاليا الآن قررت الرابطة الوطنية المحترفة رسميا تأجيل المباراة المتأخرة عن الجولة السابعة من البطولة الوطنية إلى وقت لاحق بعدما كانت مقررة هذا الجمعة. يأتي هذا استجابة للطلب الذي تقدمت به إدارة شبيبة القبائل نظير تواجده أو تواجد لاعبيها في فترة الحجر الصحي منذ عودته من إسواتين يوم 29 نوفمبر المنصرم، لما واجهوا فريق أوايا ليوباغ برسم ذهاب الدور 32 مكرر من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
في سياق منفصل حددت لجنتي الترشيحات والطعون للرابطة الوطنية المحترفة خلال اجتماع عمل جمعهما بمقر الرابطة الفترة الممتدة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري موعدا لإيداع ملفات المترشحين لرئاسة الرابطة، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 13 من الشهر ذاته، فيما سيكون يوم 15 ديسمبر موعدا لتقديم الطعون والقائمة النهائية للمترشحين، وسيعلن عنها يوم 16 ديسمبر، على أن تجرى أشغال الجمعية العامة الانتخابية للرابطة يوم 22 من هذا الشهر بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى على الساعة 10 صباحا. إذن نمر إلى آخر مستجدات الألعاب المتوسطية بوهران، حيث تتواصل التحضيرات على قدم وساق لنجاح العرس المتوسطي الذي عاد إلى الجزائر بعد 47 عاما. عن آخر الاستعدادات نتابعها في سياق التقرير التالي. على قدم وساق تجري التحضيرات للألعاب المتوسطية بوهران، حيث تعكف السلطات على تسريع وتيرة الأشغال في مختلف الورشات والتي يرتقب استلام أغلبية المرافق الرياضية منها نهاية شهر فبراير من السنة المقبلة. منها 13 مرفقا رياضيا سيتم استلامه نهاية الشهر الجاري. ويرجع سبب تأخر معظم المشاريع للأزمة الصحية العالمية والتي كان لها الأثر البالغ على سير الأشغال، مما أجبر المصالح المعنية على مراجعة الجدول الزمني لتسليم الهياكل التي كانت تشهد إعادة تهيئة شاملة. بنفس جديد رفعت السلطات التحدي وضعفت الجهود في سباق نحو الزمن لتكون في الموعد، ومن بين تلك الهياكل الرياضية قصر الرياضات حمو بوتليليس والمسبح الأولمبي بحي المدينة. إذن نبقى دائما مع الألعاب المتوسطية. ستكون ولاية وهران الأسبوع المقبل على موعد مع مؤتمر يجمع ممثلي الوفود المشاركة في الألعاب المتوسطية وهران، وسيكون المؤتمر فرصة للاطلاع على إمكانيات وهران لاحتضان الحدث المتوسط. دنيا حجاب. تسير مدينة وهران في الطريق الصحيح نحو تنظيم أكبر حدث متوسطي على الإطلاق، وهو ألعاب البحر الأبيض المتوسط منتصف السنة المقبلة. وبالموازاة مع سير الأشغال في بعض المنشآت التي ستستقبل الألعاب، سيكون هناك مؤتمر يجمع ممثلي الوفود المشاركة للتعرف عن قرب على تطور التحضيرات الخاصة بالحدث المتوسطي من خلال الاستماع إلى العروض التي سيقدمها رؤساء اللجان الفرعية 12 التابعة للجنة التنظيم. كما سيكون لممثلي الوفود زيارات عديدة لمختلف المنشآت الرياضية التي ستحتضن الألعاب. وسيكون هذا التجمع فرصة ليطلع ضيوف الجزائر عن كثب عن كل المرافق التي ستجمع شباب المتوسط في أحضان مدينة الباهية وهران. يدخل الأمين العام للجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات خير الدين برباري سباق انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية خلال أشغال الجمعية العامة للاتحاد التي ستجرى اليوم بالعاصمة السعودية الرياضة. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع أيضا مناقشة التقريرين المالي والأدبي، اعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد ولوائح بعض الألعاب، إضافة إلى تأسيس هيئات جديدة. كما سيتم مناقشة أجندة الدورات التنافسية وتحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل للجمعية العامة. انطلقت أمس البطولة العالمية لرفع الأثقال بالعاصمة الأوزبكية تاكشنت التي ستتواصل إلى غاية 17 ديسمبر الجاري، وستكون الجزائر ممثلة بربعين فقط، ويتعلق الأمر بفارس طويري وزن 89 كيلوغراما وصدام مساوي وزن 96 كيلوغرام. لأن البطولة العالمية تعد محطة تحضيرية للاستحقاقات المقبلة، تتقدمها البطولة الأفريقية المقررة في الفترة الممتدة من 25 إلى 30 ديسمبر بمستغانم، كذا الألعاب المتوسطية بوهران والدورات الدولية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. فحظا موفقا لممثلي الجزائر في هذه الخرجة الدولية.
في الكاراتيدو سيحل المنتخب الوطني للعبة بأرض الوطن اليوم قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد مشاركة مشرفة في البطولة الإفريقية حيث حصد مجموعة 27 ميدالية. تفاصيل في تقرير أحمد صويلح. سبع وعشرون ميدالية تلك هي حصيلة المنتخب الوطني الجزائري للكاراتيدو التي جمعها خلال منافسات بطولة إفريقيا التي أقيمت بمصر، بطولة أبانت فيها العناصر الوطنية عن قدرات كبيرة وروح قتالية عالية عكست مستوى الجزائر قاريا. وبالعودة إلى الميداليات المحققة، نال صنف الأكابر ميداليتين ذهبيتين بفضل المصارع حسين دايخي والمصارع سيلياوي كان، وسبع فضيات وأربع برونزيات. أما في صنف الأواسط فقد نالت الجزائر ذهبية وأربع فضيات وثلاث برونزيات. من جهته حصد الأشبال ذهبية فضيتين وأربع برونزيات، حصيلات وضعت الخضر في المرتبة الثانية خلف البلد المستضيف مصر المستحوذ على أكبر عدد من الألقاب. وحسب النتائج المسجلة فإن مشاركة المنتخب الوطني وصفت بالمرضية بالنظر للظروف العامة والخاصة التي أحاطت بالفريق الوطني. هنيئا لمنتخب الكاراتي على هذا التتويج وتمنيتنا له التوفيق في قادمي الاستحقاقات. والآن من الكاراتي إلى الملاكمة حيث دخل ثلاث ملاكمات من المنتخب الوطني كبريات في معسكر تحضيري بالمركب الرياضي للحماية المدنية بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر برميساء بوعلام إيمان خليف وإشراق شايب بقيادة المدربين الوطنيين عبد الغاني كنزي ومحمد شعوة. ويعتبر هذا التربص الثاني لسيدات المنتخب الوطني بعد الأول الذي جرى منتصف شهر نوفمبر الماضي ببلغاريا والذي دام حوالي أسبوعين. وبعد تجمع الدار البيضاء ستتنقل ممثلات الجزائر إلى صربيا لإجراء تربص إعدادي ثالث استعدادا لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران وبطولة العالم المقبلة بتركيا. في ختام الجولة الرياضية نسلط الضوء على اللاعب الدولي السابق ولاعب رائد القبة إلياس ثلجة والفائز بميدالية متوسطية مع المنتخب الوطني في أو الميدالية الأولمبية، وبلال بوزيدي يفصل أكثر. بديت المشوار الرياضي نتاعي في سنية أول ليس يعني بريمير ليسونس أون 68 أون مينيم مع الشيخ عاشور بابالوش الله يرحمه. درت كادي بريمير أني، كادي دوزيام أني لعبت كاريمون سينيور. كنت يعني مع يعني حراس مرمى يعني لاباس بهم الله يرحمه ناسو تيكانوين، كان حرب عبد الرزاق، يعني كنا يعني كانت يعني كانوا حراس مرمى يعني تاع الصح، وتعلمنا منهم بزاف. مشاركة إفريقية يعني رائد القبة كدينا البطولة، يعني لعبنا مع قنيطرة تاع المروك، فزنا عليهم درنا 1-1 هنا وربحناهم 3-1 لهيه، وزدنا لعبنا مع ماسك جابيجون في لا كوت ديفوار، وين لهيه درنا 1-1 ولهنا ربحنا 1-0. من بعد المقابله الثالثه لعبنا مع في نيجيريا هما طاحت لهم لا بيريود تاع المواد مارس استغفر الله المواد سبتمبر، يكون حنايا الشامبيون حبس في المواد دو مي ولا جوا، اخذنا هذيك العطله هذيك. ومن بعد درنا يعني درنا التحضير تاع الموسم
ورحنا تما رحنا بدون يعني دي ماتش ميكو ولا يعني هذاك هو الخلل اللي كان وزيد تعرف الافريق يعني الاربيتراج كيف هيكون. وعلاقتي بمهدي الله يرحمه ويسع عليه كنا يعني من صف اصغر كادي اون جونيور اي اون اسبوار ايمون سينيور كنا كيف كيف يعني المعلقه كانت جد حسنه الله يبارك ما شاء الله ونتي اي بورتون يقول لك يعني كون دو غارديان يكونوا تكون اون سيرتان حنا يافي اون سيرتان كونفيرونس مي سول تيران كان كل واحد رمي ونتي دي زامي يعني بنادم كان يطيح وينوض ويحوس يكون خير من الاخر وكانت تمدلنا الفرصه باش كل واحد يزيد يخدم بلوس على الاخر مي هو الله يبارك كان يعني خدام. بهذا أصلكم إلى ختام جولة الرياضية، شكرا على المتابعة، عبد إليك زكريا. شكرا سهيلة. وبأخبار الرياضة مشاهدين الكرام نصل إلى ختام فترات برنامج هذا الصباح، شكرا لكم على كرم المتابعة، طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله.